معاناة إنسانية يعيشها أهالي مركز قوسنا بالمنوفية وسط دخان احتراق القمامة التي باتت تعوق وصول مياه الري إلى الأراضي الزراعية. أنا راجل فلاح وعندي 61 سنة وبزرع حتة الأرض دي اللي جنب المصنع، والمصنع مبوظهالي، لا عارف أخد منها برسيم ولا عارف أخد منها أي زرع، وزرعت شوية غلة المصنع ولعلي فيهم. بقالي 4 سنين ما باخدش زرع أروحه بيتي، ولادي ياكلوا وشربوا منين؟ مفيش ميه بتطلع، الزباله سدها خالص. جابوا كراكه مره واتنين على حسابهم وما فحتتش وسابتنا ومشي. يعني مفيش ري كمان؟ مفيش ري، يعني الارض واقفه اهيت، لو عديت اليمه التانيه مش هتلاقي ميه خالص. دلوقتي الدخان قرفانه ومغزل، بنجيب المواشي بتاعتنا نسرعها من هنا في الغيط، الريح ما بيقلب علينا، البيان بدور الكحه والبتاع، وجنون الدكتور يقول لي البتاع، والزرع كمان بيشعوط من الدخانه والهليب بتاعت الولعه. الدخان بيجي علينا يموتنا وبيبوظ الارض. مالك انت تعبانه؟ اه. عندك ايه؟ كح. المشكله مش مشكله ارض كمان، المشكله مشكله الدخانه دي بتيجي عندنا في قلب البلد تحت، احنا ما بنستحملهاش. والله يا فندم كنا بنضم الغله وبندرس الغله، والله العظيم ثلاثه الغله كلها زباله. ولا فيه ميه بتجيلنا ولا في حاجه، وبيمتني اتنين ماتوا منا عم نول من سبب الدايم دي، من سبب الارض دي. ولا وفيه ميه في المروه نروي وبتحرق الزرع، وابني معاه 5 عيال يعني اكلهم من النرمم. الارض لا بنكلفها ولا بناخد منها زرع ولا حاجه، نعمل ايه بقى في كده؟ مش يشوف له حته بقى غير ديت يا بنتي وداها فيها. دلوقتي ناشد السادات محافظ المنوفيه يشوف اي حل المكان ده، في مدينه السادات فاضيه، ما يودوا المصنع ده في مدينه السادات، الاطفال هنا تموت. عاوزين طبعا المصنع ده يتشال. بيئه ملوثه ماء وهواء تقتل الاهالي قتلا بطيئا يوما بعد يوم، وغاية أحلامهم طعام نظيف وهواء نقي. مي عبد الرحمن، 10:00 مساء. مشاهدينا مساء الخير، نحييكم في حلقة جديدة على الهواء. بالتأكيد الحالة اللي بيعيشها المصريون واللي نوهنا عنها كثيرا، وهي متابعة كل ما يتعلق بمحمد صلاح، صعود كمان محمد صلاح للنهائي، ده بمثابة إنجاز جديد. يعني تعرفين اللي يلعب في نهائي دوري أبطال أوروبا، ده يعني بمثابة إنجاز وحلم يسعى إليه كل لاعب. يعني لهذا النهائي بيحدد بطل أوروبا وبتتجه إليه الأنظار. صحيح هيكون في 27 مايو القادم، يعني حوالي 10 رمضان كده، يعني هنكون في شهر رمضان، لكن بالتأكيد حالة متابعة المصريين لمحمد صلاح إلى حد إن المصري اللي ملوش علاقة بليفربول يعني فبيشجعه، وكان يشجع روما، الاثنين اللي بيلعبوا بعض، اللي انتهى اللقاء منذ قليل ب4-2، وبالتالي صعد ليفربول الى النهائي عشان يلاعب ريال مدريد، وهو نهائي تتجه اليه الانظار بشكل كبير، وان شاء الله محمد صلاح يضيف ارقاما قياسيه جديده يعني. لكن اللافت للانتباه زي ما بقول لكم متابعه المصريين على المقاهي وفي البيوت لمحمد صلاح، وتشجيعهم للفريق اللي بيلعب فيه محمد صلاح اينما ذهب. يعني كانوا يشجعون روما، لكن صحيح مع تنامي نجوميه صلاح الى حد كبير تشجيع ليفربول اللي بيلعب له محمد صلاح اصبح مصريا خالصا، ويلتف المصريون حول ليفربول، مع ان احنا ملناش علاقه بالدوري الانجليزي، لكن شوفوا لما يبقى عندك بطل مصري او نجم مصري بيعمل ايه، بياخد الناس الى اي اتجاه، بيوحدهم ازاي. يعني صحيح الاداء، يعني ربما البعض كان يقول كنا نتمنى ان محمد صلاح يؤدي افضل، لكن حصيلة دايما هذه المباريات بتقاس بحصيلة الماتشين مع بعض.
ولولا الفوز والإنجاز اللي حققه صلاح في المباراة الأولى يعني ربما ما صعد ليفربول إلى النهائي بهذا الشكل. حالة مصرية خالصة، نتمنى أن الناس تشوف النجاح والتفوق بيحقق إيه في النهاية، وتشوفوا بقى المتعة الحقيقية في الملاعب، أنك تبقى قاعد بتتابع المباراة لمدة 90 دقيقة ووقت ضائع وكل ثانية فيها مفاجأة وفيها هدف وفيها جون هنا وجون هناك، مش زي الكرة العك اللي عندنا اللي للأسف الشديد ما زلنا نعاني من هبوط المستوى. تعالوا نتابع القضايا المختلفة ونشوف بقى، واحنا مع بدايات رمضان بدأنا نشوف الفانوس المصري هل ما زال موجودا ولا لا، خاصة ان احنا مع كل المشاكل وانغماس الناس في الهموم المختلفة لكن ما زلنا نحافظ على طقوسنا الشعبية والتاريخية والدينية المتعلقة برمضان. أحسن حاجة الفانوس الصاوي، هو روح رمضان أصلاً أساساً. هو ده رمضان فعلاً، هو ده رمضان. من ساعة الفوانيس الصيني دي ما نزلت بقت الحاجة قليلة الطلب عليها، عشان بتتكلم تقول رمضان كريم وحوي. الطفل دلوقتي مش عايز اللي إيه الفانوس ده، بيميل للفانوس التاني أكتر. بقالي 8 سنين في الفوانيس في المهنه دي، اول ما طلعت لقيت جدودي وابهاتي شغالين فيها قلت اما اتعلمها لغايه لما اتعلمتها وحبيتها. الصناعه هنا قلت، الناس ما بتاخدش زي الاول، اللي كان بياخد 100 وبياخد 200 وبياخد 300 دلوقتي 20 20 20 من كل حاجه. ده اللي احنا طلعنا اتنشأنا عليه، لقينا الفانوس اللي هو المصري ده بتاعنا، ده الشعبي، ده رمضان نفسه. الصفيح ده كان 100 سنتين ب7 جنيه وب8 جنيه، الكيلو الصفيح النهارده عامل 15 جنيه و16 جنيه. اللي كنا بنجيبه ب2 جنيه وب3 جنيه وب5 جنيه، مقالي قوي 5 جنيه، 5 وربع. دلوقتي بقت الحاجة ايه؟ اوفر. الأزير اللي أنا بلحم دوت كان ب120 وب130، السنة دي غلت بقى ب180 جنيه. الطباعة كنا بنعملها بجنيه ونص، النهاردة ب3 جنيه ونص. بقينا نعمل حاجات قليلة، بدل ما كنا بنعمل كميات لا 50 50 50 50 وكل واحد ياخد 5 5 5 5. الحاجة غليت، أصبح إن الزبون بيخش عليا النهاردة بيقول لي ده بكام؟ بقول له ده بالشيء الفلاني. بيقول لي ليه ومش ليه والكلام ده كله. اصبح لنا ننزله في نفس السعر عشان يشتري مني. يعني الحته دي تسولها اكتر من 25 جنيه، يقول لك كتير، على اني ما جابتش الا ده تكلفه. في فانوس صغير بنطلعه جمله ب 50 جنيه، بره بيتباع ب 90 جنيه ب 100 جنيه. احلى فانوس، احلى فانوس، فانوس المصري، فانوس اللي احنا بنعمله. الفانوس المصري عليه اقباله، والصيني بيتاخد للطفل على اساس انها لعبه. عامه الفانوس الصاج هو ده اللي احنا اتربينا عليه، لكن اللعب دي لسه طالعه بتاعت الاطفال برضه لازم تتباع. يعني احنا برضو شغالين في كده وشغالين في كده. وكل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم. كل سنه وانتم طيبين وبعد عليكم الايام بخير ورمضان كريم. يعني الفانوس المصري مع ارتفاع الاسعار الناس يعني ما يمكن ان تستغني عن اي حاجه هتكبلها وتقيدها في الحاله المعيشيه، بس في حد يتخيل هذا الارتفاع الكبير
الفانوس اللي كان يعني حاجة ببلاش كده يعني، لكن خلاص كل حاجة أصابها الغلاء، ومع ذلك الناس تحافظ على طقوسها الشعبية والتاريخية المتعلقة برمضان. تعالوا نشوف كمان الأسعار اليميش والتمر. أسعار زيادة فوق ما تتخيلي، وإحنا مش عارفين نبيع ومفيش سوق أساسا في الشارع. عين الجمل كان السنة اللي فاتت حضرتك ب 90 جنيه، النهاردة بقى ب 110 120. يعني أنا عندي البلح غالي، ماسكين في البلح جامد قوي، مش عايزين يبيعوه. يقول لك النولون غالي. إيه هو النولون؟ نقل العربية غالي. العربية بتاخد 3000 ونص لحد ما بتيجي من هناك، وب 4000 جنيه. الفز والبندق والعين الجمل أسعاره عالية، واخد بالك، والبرع أسعاره برضك عالية، غير الأسعار غير السنة اللي فاتت. عمالين نلف عشان نشتري حاجة مش عارفين نشتريها. كل حاجة غالية، كل حاجة مولعة. كيلو البلح ب 36 جنيه وب 40 جنيه ب 46 جنيه، كركديه ب 100 جنيه، 100 جنيه اللي كان ب 25 جنيه يعني، وبناخده كده ايه وعليه نص كيلو هدية. زادت بنسبة 20%، اللي زاد المشمشية والقراصية وجوزة الهند والزبيب. كل حاجة 20 جنيه زيادة كده. 20 كان السنة اللي فاتت ب 60، بقى ب 100 دلوقتي وب 110. اسعار مش فيه حاجات رخيصه وفي حاجات غليت، بس اللي غليت 3 4 اصناف بس. هي الاسعار في نزل عن السنه اللي فاتت وفي لسه زي ما هو يعني، بس حركه البيع مش قوي يعني، لسه يعني ما الحركه لسه بطيئه جدا. كله اللي هي البندق وعين الجمل والبلح، كل الاسعار غاليه عن السنه اللي فاتت. هو الواحد ممكن يجيب يعني الحاجات اللي بيجيبها، بس يجيب بكمية أقل لأنها غالية جدا مش في مقدرتنا. بنجيب الحاجات اللي على قدنا يعني، لما يبقى مثلا المكسرات غالية هيقولك أعمل بيها إيه، أخد كيلو أعمل بيه إيه، فبيقتصر على توم ربع. اشتريت أهم حاجة أنا محتاجاها، البلح، نشا، بعض مكسرات بسيطة خفيفة يعني كده. أغلى من السنة اللي فاتت، والبلح برضو أغلى من السنة اللي فاتت. الأسعار الضعف، وفي حاجة يعني أقل من الضعف يعني. كل حاجة بنجيبها، بس بنجيب يعني ايه، بدل ما بنجيب نص بنجيب ربع. كل اللي كان بياخد كيلو دلوقتي بياخد طن ربع، مفيش حاجة أعلى من كده. وفي اللي بيجي يتفرج وياخد بعضه ويمشي، اه يجيب عياله ويبص بصة كده شبع وياخد بعضه ويمشي. هنشوف كمان العدادات في المساجد، طبعا في ناس هتختلف فيها وتاخدها بمنهج انه حتى يعني المساجد الكهرباء يمكن ان تنقطع اذا الناس ما دفعتش، وهل اللي يدفع يجب ان يدفع المصلون ولا مين اللي يدفع يعني. تعالوا نشوف اولا، نسمع كلام الناس ونشوف ازاي كيف يمكن ان نتعامل معه. مشكلة والله، المسجد اصلا ما كانش فيه عداد، وبعدين تم من حوالي 3 شهور او 4 شهور تركيب عداد للمسجد بالكارت، وطبعا ده بيمثل عبء مالي زيادة على المصلين. بنحاول ما نشغلش الأجهزة كتير زي المراوح، نشغل جزء، فالناس طب شغل المراوح يا جماعة الكهرباء مش هتكفي، فنبدأ نطفي أو ما نخليش الحاجة تشتغل بالقوة بتاعتها، زائد إن احنا داخلين على صيف عايزين نشغل مثلا تكييف، عايزين نشغل مراوح، الكارت مش هيكفينا على المبلغ اللي بيتحط، مش هيكفينا 15 20 يوم. نور بيقطع علينا واحنا بنصلي أحيانا، والحته المحرجه ان احنا قاعدين ممكن حد يقول ايه، لو سمحتوا يا جدعان عايزين نلم النور للناس، فانا داخل اصلي احيانا بيبقى مش معايا فلوس واضطر ان انا اطلع اللي في جيبي عشان اعمل موقف زي كده. في ناس بدات تخف علشان مش عايزين يشغل المراوح، ما بقتش تيجي، يروحوا مساجد تانية. يعني المصلين بداوا ما يجوش الجامع بسبب النور، خفت الناس، خفت مش ما بيجوش، الناس قلت مش زي الاول. كان في صندوق تبرعات في المسجد كانت الناس بتدفع فيه، كان ممكن نلم منه وندفع للكارت، لكن كمان وزارة الأوقاف منعت السنة دي تتحط في المسجد. كان الأول طبعا كانت الكهرباء للمساجد مجانا، وبعدين حاليا فرضوا علينا هذه العدادات. العدادات طبعا احنا مش بنعترض ان هم يرشدوا استهلاك الكهرباء، ولكن بيجبرنا ان احنا ندفع
استهلاك الكهرباء، واحيانا التبرعات ما بتكفيش، بل اكتر من كده ان هم فرضوا علينا ان احنا ندفع ثمن العداد نفسه مش استهلاك الكهرباء بس. كنا عدادين، عدادات لمسجد النساء فوق ومسجد وعدد اخر لمسجد الرجال تحت. وقبلها قبلها كان مجانا خالص، كان مجانا جميع المساجد كانت مجانا. بسم الله ما شاء الله في عدادات اصلا؟ ما كانش في عدادات خالص، وكان مباح لنا ان احنا بنستعمل الكهرباء نظرا لبيوت الله، على سبيل ان احنا ما تكباش ان احنا في المسجد والنور يقطع علينا واحنا في صلاه التراويح. ده هل مثلا ينفع في بيوت المسلمين؟ قدمتوا شكوى؟ اتكلمنا مع الاوقاف، اتكلمنا مع الجمعيه الشرعيه لكن لا مجيب. يقول احنا يقول وصلوا الكهرباء كده واستعملوا الكهرباء وخلاص. بس خلاص ازاي؟ ما هو لما بيخلص الرصيد بيطفى. في ناس يقول لك خدوا ورا الكهرباء من ورا العداد، وهذا لا يجوز طبعا. بيطفي النور على الناس، بيضطروا نلم بقى من كل واحد 10 جنيه 5 جنيه من هنا ومن هنا، نلم بنشحن بالكهرباء. اقسم لك بالله احنا بنشحت من الناس، مش من التبرعات، ده احنا بنشحت منهم. لهم يا جماعه اتبرعوا بحس المساجد تقدر تقيم على حيلها. روخ على ما بنلم من الناس عشان نشحن الكرت. طبعاً هنا المسألة يعني الخطر فيها الإيحاء بس بأن الناس تصلي وتدفع لأنهم بيلموا من بعض عشان يشحنوا العداد يعني. لما بتسأل فبيقولوا خلاص ما فيش إمكانيات وما فيش فلوس ولازم الناس تتكفل بده. هل وزارة الأوقاف دي سياستها الدائمة ولا ده بيحدث في بعض المساجد بهذا الشكل، خاصة أنه في عملية تعميم اللي هي العدادات مدفوعة الفلوس مسبقا، وبالتالي أول ما بيخلص الشحن لازم تشحن من تانية، فده بيعمل حالة بلبلة بين الناس يعني. في وجهة نظر هتقول لك والله يعني ايه المشكلة في ان الناس تتحمل ده يعني، وكأنها يعني تفعل الخير زي اللي بيتبرع لدورة المياه في الحمام، زي اللي بيتبرع لدورة المياه في المسجد، زي اللي بيتبرع للمسجد بأموال مختلفة لإصلاحات يعني. فيه وجهة نظر تانية بتقول المفهوم اللي هينتشر انه عشان تدخل تصلي فتدفع أو تساهم في الكهرباء مفهوم يعني يمكن أن يساء استخدامه يعني. دي وجهتي النظر اللي أنا بسمعهم من الناس تعليقا على هذه القضية. إزالة المقابر دايما بيثير غضب الأهالي، بيقولوا أنه حتى لو في أسباب أنه المساحات بتنكمش، المساحة اللي عليها المناطق السكنية، فيقولوا تعالوا نبعد المقابر الى مساحات ابعد، لكن الناس بيقولوا ما ابلغوناش، ما حدش ابلغنا بده، وبالتالي وجدوا نفسهم في مأزق في التعامل مع الجثث ورفات الموتى. نجم الفن بصلنا بعين الرحمة حتى الاموال بيتعبوها. احنا اتولدنا لقينا المقابر ديت منشأة. طيب هم انذروكوا قبل ما يشيلوا المقابر بالشكل ده؟ ما بينذروش حد، والمقابر موجودة في وسط المقابر، مقابر قديمة من هنا ومقابر قديمة من هنا، وديت في وسطها هي. ما جت هدت حتى جايب دقاق كل المقابر اللي انت شايفها ده شرخت كلها من ورا، يعني كلها تقع، ولا معاها قرار إزالة ولا معاها أي حاجة تثبت اللي هي تشيل. هم بيقولوا إن دي أرض زراعية، والتراب ديت مبنية بقالها 50 سنة. دلوقتي جايين يهدوا التراب ديت على امواتنا بدل ما بيهدوه. هل دي ارض زراعيه؟ دي ارض محاطه بالمباني من كل الاتجاهات، بنينا على ارض ما فيهاش زراعه. يعني احنا لو جينا عند ارض زراعيه يحاسبونا ويبقى احنا مخطئين فعلا، انما دي ارض ما فيهاش اي حاجه زراعه. حضرتك بص الشجر كده، الشجر ده بقاله شهر ولا شهرين مبني، الشجر ده بقاله شهر ولا شهرين مزروع يا فندم. بتقول اللودر والدقاق هد كده، الناس يعني البقرة رحيمة مش عايزة تهد، هي بتقول له اللي شاور لك عليه هده،
احنا موظفين، ديت ارض زراعيه مثبوته في الجمعيه الزراعيه، ارض زراعيه في قوانين بتحرم وبتجرم دلوقتي اخرها 7 لسنة 2018، اللي بيبني على ارض زراعيه يبقى فيه من 100,000 جنيه ل5 سنين وسنتين سجن. احنا بنفس التعليمات بيجي لنا اختار من الجمعيه الزراعيه بنيجي على اساسه. في مافيا هنا لتجاره المقابر، في ناس بتيجي تبني مقابر وتبيعها. شفنا فعلا في الفيديوهات اللي بعتت لنا في جثث واموات ولسه يعني كانوا مدفونين. ما احنا يا فندم هنعمل احنا ايه؟ احنا جينا بقينا نجري، الازاله بتهد، الاموات اتعزجوا، يعني الكسره اهوت على الاموات، وبقينا منصورين الكلام ده برده ورافعينه على النت، ما فيش مسؤولين. نعمل زي بتوع الهند، اللي يموت نولع فيه. جثث هنا لما قالوا العين دي جاي لها ازاله، فتحنا التراب استسمعنا الدكتور 3 دقايق، قلنا لها ان في جثه، شيل 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 الميت ده في المقابر الثانيه، كان في جثه هنا وانت حضرتك مش طايقه الريحه. ده احنا سديناه بالليل عشان بس الكلاب والتعابين ما تخش تاكل الجثث بتاع المسلمين، فاللي بيكشف عورات المسلمين ان شاء الله ربنا هيكشف عورته. احنا بنقول للدكتوره حضرتك احنا هنلم بس اهلنا جدودنا وابهاتنا واعمامنا، قالت لنا هاتوا قماش وتعالوا شلوهم وحطوهم في اي حته. طب ازاي يعني؟ قلت لنا 5 ايام وهيجيلكم امر ازاله. اه كنا شلنا الاموات اللي جو، انما مش بتقولوا بسبب اموات حضرتك احنا ما هدناش تربه فيها جثه. يا باشا يا باشا على الحته دي بس، اوعى ما جناش على مقبره فيها جثه وهدناها. البحر الأحمر انتوا عارفين الصيد أصبح معقدا جدا في ظل ان في دول إقليمية كانوا بيطلعوا للبحر، بقى في مشاكل متعددة ومختلفة. ليبيا بقت مشكلة، بيتم القبض على الصيادين، اليمن، الصومال خلاص، والقرن الإفريقي أصبح صعبا جدا ومستحيلا. فالبحر الأحمر كمان تم في وقف الصيد فيه لغاية أغسطس القادم، الصيادون يحتجون على ذلك. قرار من محميات البحر الأحمر قضى بوقف الصيد قبالة سواحل الغردقة وسفاجة من فبراير الماضي حتى أغسطس المقبل بهدف الحفاظ على الزريعة. القرار أثر بشكل سلبي على آلاف الصيادين وأسرهم، وأدى بطبيعة الحال لارتفاع أسعار الأسماك في الأسواق وضياع موسم أسماك الشعور والعنبر والبربوني. نزل قرار من هيئة الثروة السمكية بيقول لا، ده بسبب البيئة وهيتمد 31/8، يعني احنا بنتكلم في 7 شهور. سؤالي باختصار، انا مش هقولك الصياد هيستحمل ازاي 7 شهور بدون شغل، انا اقولك راجل اعمال مين هيستحمل 7 شهور بدون شغل. كنا اتفقنا مع السيد المحافظ واخدته معايا البحر قبل كده اثناء موسم صيد الشعور من حوالي 2 سنين، وقابل الصيادين وشافهم، واتفقنا اتفاق علمي معاه مع ناحية علمية من معهد علوم البحار على اساس ان يعمل نظام الصيد بالسبحة. نظام الصيد بالسبحة ده ان هي عبارة عن عين للشعور، مثلا بتيجي مثلا في حدود 20 متر في 20 متر ب 40 متر مساحة في البحر، هو هيمنع الصيد في المساحة دي ويطلع بعد كده بره المساحة دي يسمح بالصيد فيها. فلما طلعت القرار ما فكرتش انا هعمل ايه خلال ال7 شهور دول؟ اي موظف انت بتوقفه عن شغله ساعة زمن بيجلد، هيجيب منين فلوس؟ هياكل منين ويشرب منين؟ الصياد ده انت فكرت تعمل له ايه؟ دلوقتي ما فيش دخل عندنا، بنستلف هنجيب منين؟ طب مركبنا واقف كل حاجه عطلانه معانا، احنا الصياد ما بيشتغلش لكن السياحه بتشتغل وبتشتغل في الصيد في نفس المكان بتاع الصيد اللي احنا بنصطاد فيه. اللي على يدين بيخلص، واللي عنده عيل عايز يتجوز، واللي عنده بنت عايز يجوزها، مستنيين الموسم ده من السنه للسنه. قافلين علينا خالص من هنا، احنا ما قادرينش ناكل زي ما انت شايف الحلقه ما فيهاش ولا يعني واقفين، احنا مرول الصبح زي كده ما بعناش 3 كيلو على بعض. البحر واقفين بقاله 3-4 شهور اهوت ما فيش صيد، وبنجيب السمك من شلاتين حلايب ابو رماد، الاسعار اترفعت النص،
كل اللي يجي يسأل على السمك زاد 5 زاد 10 ما يشتريش يسيبناهمش. السمك قل طبعا ومش عارفين نشتغل والأسعار بقت غالية لأن السمك قل خالص ما فيش. وطبعا كل الناس عرفت ان الصيد واقف ما فيش سمك فما حدش بينزل السوق، السوق واقف خالص يعني. مش لاقي شغل ما فيش شغل. واقفين البحر، تعرفين السبب. هنطلع فاصل وبعد الفاصل هنناقش قضية طبعا هي قضية في غاية الأهمية لا تتعلق بالفن فقط، يعني انتوا عارفين حتى كمان المسلسلات في رمضان تتحول إلى نظام حياة يعني، ويبتدي كل واحد يقول لك انت يعني معدل قوتك كام مسلسل، يعني في ناس تشوف 9 مسلسلات وناس ممكن تشوف 7 وفي ناس ممكن تشوف 15 وهكذا. تتحول المسلسلات في رمضان إلى نظام حياة يومي، ونفس الانتقادات التي توجه كل عام للمسلسلات في رمضان، التسويق للبلطجة والدعارة والفسق والفجور ونموذج الفتاة الساقطة وعدم الاهتمام بقضايا المجتمع الحقيقية وتسليط الضوء على الإنجازات وعلى القضايا الوطنية التي تستحق يعني، اتهامات كل سنة. طيب لجنة الدراما احنا حصلنا على المعايير اللي عملوها ولسه يعني كانوا في اجتماع من شوية وانتهوا من هذه المعايير، والمعايير دي هي اللي هتكون محور النقاش هنقول لكم عليها. هل ده معايير مطلوبة لحماية المجتمع ولا هتؤدي في النهاية إلى وأد حرية الإبداع ووأد الفن، وإن الفن لا يجب أبدا أن يعامل بهذه الطريقة، ولا يجب وضع هذه المعايير حتى لا تحدث المهازل التي تحدث كل عام كما يقول الذين يأخذون موقفا من مسلسلات رمضان كل عام. هنناقش هذه القضية معاكم، نفس الاتهامات نفس الكلام بنعملها كل سنة، لكن هنشوف المعايير اللي وضعت دي قابلة للتطبيق ولا لا، ولو طبقت زي ما بيقول صناع الأعمال هل تؤدي إلى دفن الفن ووأد الإبداع ولا المجتمع يحتاج هذه المعايير. بعد الفصل مشاهدينا نحييكم من جديد. قبل ما نبدا قضيه المناقشه هنشوف تحقيقين بسرعه. القنصليه المصريه في ميلانو تقليد جديد يعني انها بتعمل دوره رياضيه تجمع فيها الجاليه المصريه يعني من خلال الرياضه بالشكل اللي هتشوفوه، تجميع الجاليات من خلال الانشطه المختلفه الثقافيه والفنيه والرياضيه ايضا. معكم من ميلانو بننقل لكم اكبر بطولة مصرية لكرة القدم تحت اشراف القنصلية العامة المصرية بميلانو. نظام البطولة اليوم يوم جميل وشمس مشرقة في ميلانو، ودي للمرة الثالثة على التوالي بنعمله، السنة اللي فاتت والسنة اللي قبلها. ده كأس الجالية المصرية،
كأس بينظم كل سنة ب 16 فريق بيتعمل على مدار يوم واحد. الهدف من تنظيم البطولة هو تجميع أكبر عدد من المصريين الموجودين على الأراضي الإيطالية خاصة ميلانو والشمال الإيطالي، وطبعا دي النسخة الثالثة. يمكن في عدد كبير جدا تقدم السنة دي، يمكن أكتر من 250 لاعب، نظرا طبعا لتألق نجمنا المصري محمد صلاح. ده أدى لوجود عدد كبير جدا من المصريين، واليوم الرياضي زي ما حضرتك شايف وعملت لقاءات مع اللعيبة هتلاقي الكل يعني سعيد جدا. الفرق المشاركة كلهم من ميلانو ولا لا؟ في من ميلانو، في من تورينو، وفي من بره ميلانو، بروفينشا دي ضواحي ميلانو، وفي من بره ميلانو بس، وفي من تورينو. تورينو يعني تعتبر مدينة كبيرة تانية خلاف ميلانو. دورة جميلة جدا، يكفي ان كل المصريين متجمعين في مكان واحد، واذا ما بيحصلش كتير في ميلانو فده شيء جميل جدا. النهارده يوم حلو قوي، نتجمع فيه كل ابناء الجاليه المصريه في ايطاليا. النهارده كان يوم جميل جدا، بالذات ان انا يعني انا مش بتفرج على ماتش كوره، بس انا بجد يعني بقالي كتير ما مش بتفرج على متوشا، فكان حاجه حلوه جدا بالنسبه لي، بالذات كمان يعني بناء يعني مصريين عايشين هنا في ايطاليا. مناسبه التجمع المصري اللي هو هنا في ايطاليا، دايما مش بيحصل تجمعات وكده، ففرصه حلوه ان انا كنت اول مره بتتجمع المصريين. لا مش اول مره، يعني يعتبر كل سنه مره، بس دي اول مره ليا. احنا جينا الدوره النهارده عشان 90% من الشباب اللي هي هنا يعني اصدقاء واخوه، وموجود الجاليه طبعا، اللي احنا اهم حاجه اللي احنا نشوف بعض ونسلم على بعض. قضية المناقشة قضية كل عام، كل سنة بنناقش هذه القضية ما بين مؤيد ومحتج. المؤيد بيقول لابد من حماية المجتمع، الحقونا، المسلسلات تؤدي إلى هدم القيم، إشاعة الفسق والفجور. اللي بيحتجوا بيقولوا إنه ده يهدد الإبداع ويهدد الفن، والفن لا يمكن أن يعامل أبدا بقوائم أو بلوائح بهذا الشكل. يعني بقول ده ليه؟ لأن لجنة الدراما في المجلس الأعلى للإعلام وضعت معايير في اجتماع تم اليوم منذ ساعات قليلة، هنقول لكم إيه هي المعايير وهنسأل يعني هل يمكن أن يعامل الفن بهذه المعايير، ولا الفن في النهاية نسيبه للفرز الطبيعي عند الناس، السيء هينفض عنده الناس والجيد يمكن أن يلتف حوله الناس. كمان الفن يحاكم أمام قضية طبيعي وهو النقد الفني. دايما هتسمع هذه الجمل ممن يؤيدون الإبداع في المطلق يعني. لكن النغمة اللي بتسود كل سنة، الحقونا، مسلسلات رمضان تحض على الفسق والفجور، بتعلم الناس البلطجة، نموذج البلطجي المهيمن ونموذج الفتاة العاهرة أيضا يهيمن على المسلسلات. هنناقش القضية وهنشرك المشاهدين معانا وضيوفي داخل الاستوديو. الدكتورة هدى زكريا، أستاذ علم الاجتماع وعضو المجلس، استاذ علم الاجتماع السياسي وعضو المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام. دكتوره هدى اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. استاذ سمير صبري المحامي بالنقد، استاذ سمير اهلا بيك. اهلا بسعادتك. الاستاذ سمير هو الاكثر اقامه للدعاوى القضائيه في ضد المسلسلات كل سنه. استاذ عاطف النم مدير تحرير جريده الاخبار، استاذ عاطف اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. الجانب الاخر الناقد الفني الكبير الاستاذ عصام زكريا، استاذ عصام اهلا بيك. اهلا بيك. استاذ محمد فتحي السيناريست، استاذ محمد اهلا بيك. اهلا وسهلا. استاذ محمد محمود المحامي رئيس مؤسسه الدعم الديمقراطي، استاذ محمد اهلا بيك. اهلا بيك. دكتور عوده خليني ابدا البدايه من عند حضرتك. انا المعايير قدامنا واحنا يعني لسه بنجهز عنها
تقرير أيوه. كده بسرعه هيبقى بالصوت والصوره ايوه. لو حبينا نقول المعايير بايجاز يعني خلينا ابدا مثلا اقولهم انا بسرعه كده. ايوه يا ريت. اعطاء اولويه للموضوعات التي تدعم الانتماء للوطن، هي دي المعايير اللي وضعت منذ قليل. اعطاء اولويه للموضوعات التي تدعم الانتماء للوطن وتدفع بالطاقه الايجابيه في نفوس المواطنين. التركيز على الموضوعات الاجتماعيه التي تهم الاسره المصريه وتقديم النماذج التي تستحق تسليط الاضواء عليها، سواء من ذوي القدرات الابداعيه في المجالات المختلفه او من ذوي القدرات الخاصه التي استطاعت ان تتحدى الاعاقه. كذلك التركيز على النماذج الناجحه المشرفه التي يتم تكريمها في مؤتمرات الشباب، حيث يمكن الاستعانه بسيارهم الذاتيه بشكل فني داخل الاحداث الدراميه، مما يعطي المثل او المثل الاعلى والقدوه ويدفع الامل في نفوس الشباب. يعني التركيز على الموضوعات الاجتماعيه اللي بتهم الاسره وتقديم نماذج طيبه يعني. عدم اللجوء الى الالفاظ والحوارات المتدنيه والسوقيه التي تشوه الميراث الاخلاقي والقيمي والسلوكي، بزعم ان هذا هو الواقع ولغه الخطاب العاديه. المعيار اللي بعد كده، ضرورة الرجوع إلى أهل الخبرة والاختصاص في كل مجال في حالة تضمين المسلسل أفكارا ونصوصا دينية أو علمية أو تاريخية، حتى لا تصبح الدراما مصدرا لتكريس أخطاء معرفية. المعيار اللي بعد كده، التوقف عن تمجيد الجريمة باصطناع أبطال وهميين يجسدون أسوأ ما في الظواهر الاجتماعية السلبية التي تسهم الأعمال الدرامية في انتشارها. التوقف عن تجاهل ودهس القانون عن طريق الإيحاء بإمكانية تحقيق العدالة والتصدي للظلم الاجتماعي باستخدام العنف العضلي والتآمر والأسلحة بمختلف أنواعها وليس بالطرق القانونية. يعني انك ما يبقاش فيه ما يوحي بدهس القانون وما يصور للناس انك ممكن تاخد حقك بالبلطجة او بالسلاح مش بالقانون. يعني التوقف عن معالجة الموضوعات التي تكرس الخرافة والتطرف الديني كحل للمشكلات الدنيوية او كوسيلة لمواجهة الشر، ومن ثم تغييب التفكير العقلاني والعلمي. افساح المجال لمعالجة الموضوعات المرتبطة بالدور المجيد والشجاع للقوات المسلحة والشرطة. افساح المجال للدراما التاريخية والدينية والسير الشعبية للأبطال. التصدي لأي عمل يبالغ في تشويه صورة المرأة. الحد من مشاهد التدخين وتصدير صور الإدمان. من الأمور المستهجنة استخدام القوالب الجاهزة المستوردة، النموذج التركي الأسباني الهندي ده في المسلسلات يعني، وتكييف الموضوعات والشكل وفقا لهذه القوالب. وده يعني هم شايفين أنه بيؤدي إلى حالة تغريب ثقافي يعني، وتطمس الهوية المصرية. طبعا ألا تمنح اتحاد النقابات الفنية بنقاباته الثلاث السينمائية والتمثيلية والموسيقية أي تصريح بالبدء في أي عمل إلا بعد كتابة 75% من العمل. وطبعا معظم الأعمال اللي بيتم تصويرها الآن يعني أكاد أجزم أنه ولا 30% منها صحيح مكتوب. يعني النقطة اللي بعد كده، يعني إداريا الناس تبقى واخدة الأعضاء العاملين يكونوا المؤلف والمخرج والممثلين من الأعضاء العاملين في إحدى هذه النقابات الفنية. دي المعايير دكتورة أودا. أيوة. ليه يعني كيف تم وضع هذه المعايير وهتروح لمين المعايير؟ طيب هي تم وضع المعايير بعد ما يعني سمعنا وحضرتك قبلنا شكاوى كثيرة من المواطنين أو المشاهد اللي استبيحت عينيه واذانه باسم الابداع. فمثلا هنقول اللغه اللي انا بتكلم بيها مش لغه الفن لكن لغه علم الاجتماع، محاولات تفكيك الضمير الجمعي جوه المسلسلات.
يعني يعني انا كنت في الولايات المتحده المسلسل والدراما بتعمل دور اندماجي لطبق السلطه اللي هو المجتمع الامريكي، سلطه من كل المجتمعات، فالدراما تلعب دور دمجي وتنشئه امريكيه، فيطلع المواطن في الاخر مهما كان اصله لبناني صيني اوروبي لكن عنده حاجه اسمها الحلم الامريكي. يعني تستطيع جمع كل الهويات المختلفه. أيوة. المجتمع الامريكي وهنا يتكون من مهما كان التوجه هنا القيمه بس حلوه تعبير السلطه ده يعني لا ده هم اللي قايلين عن نفسهم والله كده السلطه بتجمع حاجات كتير صحيح لكن ما فيش اندماج قوي يعني هم مختلفين لكن هو بيقول لك في الاخر يجمعنا الحلم الامريكي من خلال الدراما على الدراما ان تقوم بهذا رغم ايه انه هي هتقوم بقيم جماليه وابداع بس هتحول القيمه الاخلاقيه لقيمه جماليه ده فهنا لما نيجي نبص بقى بنظره مقارنه بسيطه كده ما الذي فعلته الدراما منذ الثمانينات كده بالراحه هي ما الناس ما بتبقاش قصدها لكن في النهايه انا بشوف النتائج ما الذي حدث للناس تفكك الضمير الجمعي انا كرست في الدراما التفكيك بدل الاندماج يعني انا اصلا مجتمع مندمج فالعكس اللي حصل قمت بعمليات تفكيكيه ومحاولة ان انا اقدم اشياء جديدة الاتجاه ليها طبعا هقول وهو صناع الدراما هيبقوا جايين من مجتمع فضائي لا هم جايين من نفس المجتمع الذي تعرض منذ سبعينيات القرن الى ما يسميه الابنودي اخطف وفر وان كان هو يقر احنا نقر وبقى واضح زي ابتسامة السر مسألة كده ايه شديدة الارتباك فهنا الناس ساعات تتكلم تقول الدراما تتوجه للجمهور والجمهور عاوز كده واذا ما كانش عاوز يقلب المحطه لا الحقيقه الجمهور مش عاوز كده وما بيتكونش كده يعني ما بيجينيش واعي الجمهور ما بيجينيش واعي ده اللي بشكل وعيه في الدراما مش كده وبحيي جواه قيم من خلال القيم الجماليه لاني احييت جواه اشياء يعني حاجه مدهشه ايه العزله اللي صناع الدراما انعزلوا فيها تماما عما يدور من احداث في مجتمعهم فين البطل وفين الشهيد وفين القيم يعني ده السؤال اللي المجتمع بيساله مش اللي انا بساله فاحنا عبرنا يعني ما فيش اعمال بتجسد النماذج المجتمع طبعا في طبعا في لكن بصفه عامه اللي حصل مثلا وانا بعتبر واحنا قاعدين انه في مقعد خالي قاعد فيه المشاهد جنبنا واحنا متبنيين هذا الموقف الضعيف لانه المشاهد لا يظهر لك الا اذا عملت تقرير فيشتكي يعني في ام مديره مدرسه بتقول لم نعد نستطيع تربيه النشء بسبب ما يستخدم في الدراما من الفاظ وتصرفات فرد عليها مخرج قال لها انت اللي مش عارفه تربي يعني هنا وكان صانع الدراما بيلقي باعباء ما انتجه من انجازاته اللي اثرت على المجتمع وفككته فبيقول لها انت المسؤوله لا الدراما والمنهج التعليم ده الدراما مصدر اساسي للمعرفه طيب بس هنا المخاوف انه القايمه كبيرة جدا وانا اخشى ان صناع الاعمال الفنيه يقول لك لو خدت القايمه دي مش هيبقى في دراما يعني مش لا غير صحيح ليه؟ لان الدراما فيها الخير وفيها الشر ماشي طبعا احنا مش بنتدخل على فكره في صنع الدراما ده احنا بنقول للقنوات على فكره احنا مالناش علاقه بالمؤلف ولا بالمخرج وكمان يعني اللجنه انتوا هتحاسبوا القنوات وبعدين كمان اعضاء اللجنه فيها مخرجين وكتاب سيناريو يعني احنا مش بعيد عن الناس هم نفسهم يعني في بدايات اللجنه جمعنا رؤساء القنوات وفي اجتماعات اخرى جمعنا المنتجين ولاحظنا ان احنا بنتكلم كلنا لغه مشتركه الجميع يتحدث لغه مشتركه لكن طيب. في لحظه ما المصالح تطغى طيب خلينا واحنا نكمل استاذ عصام زكريا هل شايف انه يعني يمكن ان يعامل العمل الفني بهذا الشيء انا قلت القايمه ودي القايمه الكامله يعني طيب اللي اي صانع عمل فني لازم يحطها قدامه ويضع هذه المعايير والله يعني انا مش هخفى عنك انا شعرت بالخجل وانا بقرا هذه القايمه عيني بالخجل أيوة. ليه ايوه لازم لانه الفن والدراما لا يعامل بهذه الطريقه واي مجتمع بيتعامل مع الفن والدراما بهذه الطريقه لا هينتج لا دراما ولا مجتمع يعني الدكتوره طبعا قالت كلام جميل يعني
لكن انا بس عايز اقول بعض الملاحظات على كلام الدكتوره. هي ضربت مثل في اول كلامها بالمجتمع الامريكي. هل في امريكا يمكن ان تكتب مثل هذه القائمه او يكون في لجنه تعمل معايير مثل هذه وتروح للقنوات؟ مستحيل. لا طبعا مستحيل. لا انت ما تعرفش بس مكتوبه. لا في قوائم بيعملوها كده. انت مش انا كنت استاذ في جامعه الفريد يونيفرسيتي 2006 او 2005 وكان الاساتذه بيقولوا لي هذه الاشياء المتضمنه مفهومه حتى في شيكاغو في افلام الجريمه محطوط في الاعتبار وشفت بعض الافلام لتحليلها. فمعلش انا طب اتفضل عشان سالني بس لكن اتفضل. اذا طبقنا هذه القائمه على اعمال نجيب محفوظ مثلا فمش هيطلع ولا روايه من روايات نجيب محفوظ لان روايات نجيب محفوظ كلها بلطجيه وعاهرات. هتشيل حميده في زقاق المدرسه كل 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 شغل نجيب محفوظ مبدئيا كده. تشيل سي السيد بالظبط. يعني اذا طبقت حتى على اعمال اسامه انور عكاشه هتلاقي فيه نماذج كتيره واشياء كتيره جدا هتشيلها. يعني هي الفن لا يعامل ابدا بانه البطل مجرم او البطل مدمن او البطله منحرفه. دي معايير مختلفه تماما. اذا طبقت هذا الكلام على كبار مخرجي العالم في السينما مثلا زي كوبولا مثلا ولا مارتن سكورسيزي ولا اي حد ما هو كل اعمالهم عن العصابات والمجرمين اللي هم اعظم من انجبت يعني السينما العالمية. فالفن بيقاس بطريقة تانية خالص مش بهذه الطريقة التعليمية او التوجيهية. كويس يعني فكرة المعايير نفسها. أيوة يعني بالضبط يعني احنا مش طبعا مجال لا يسمح ان احنا نتكلم عن الفن بيشتغل ازاي مع الناس لكن الفن ما بيشتغلش بهذه الطريقة التوجيهية أبدا ولا الدراما بتشتغل بهذه الطريقة التوجيهية إطلاقا. يعني أنت معترض جملة وتفصيلا تماما يعني. طيب دكتور عودة عشان أزمة بس عشان هو لأنك أنت حضرتك عضو اللجنة واللجنة لسه انتهت من هذه المعايير. احنا هنلخص لكم المعايير تاني في تسجيل صوتي بعد قليل يعني. أيوة فضل. يعني عايز أقول أنه مثلا الجريمة والعقاب يعني انا بضرب امثله زي ما الاستاذ عايز كل شغل ديستروفيسكي. انت معلش انت هتقاطعني ليه ما انا بسمع. انا باكد على كلامك. لا يعني عايز اقول هي القضيه المعالجه. يعني القضيه بتقول ايه؟ بتقول احيانا زي ما احنا لاحظنا وده احنا مش بنقول راينا الخاص كنقاد. انا مش ناقد فني لكن في نفس الوقت عندي تخصص اسمه علم اجتماع الادب مش كده؟ وعلم اجتماع الادب بيدرس الدراما والسينما ويحلل روايات نجيب محفوظ. هنا المعالجه بس يعني مثلا انت قلت الجريمه والعقاب وانا قلت ايه؟ طب يعني سكولنكوف الشاب ده اللي قتل المربيه العجوز. أيوة. يعني ما انت هتقولي ده بلطجه وعنف. لا خالص. وقتل اختها. لا معلش هي مساله ان احنا بنطلق الاحكام كده. ده احنا بنقول احنا في خلاف يعني الناس كلها اتكلمنا باعتبارنا ايه؟ سلطه يعني. يتدخلون بسلطتهم وانا بشوف ان احنا جماعه راغبه في التغيير وفي علم الاجتماع السياسي مش هقول الادب. الجماعه الراغبه في التغيير جماعه يهمها ارتقاء المجتمع توحده يعني وتعبير كده بيقولوه في اوروبا. بيقول لك سائل التجانس الاجتماعي لابد ان يكون دائما هذا المجتمع رطبا يعني متجانس. ايوه ما هو احنا بقى ده كلام حلو بس صناع الاعمال الفنيه ياخدوا ده يعني هي مش ياخدوا ده بالنص. ما هو بقول لك هو ده التوجيه والارشاد. لا ما ينفعش. هي فكره انه احنا بنتفق مع بعض على هذه المعايير. ما احناش واخدينها بالشكل المدرسي كتاب القراءه الرشيد عليك ان تذهب الى كذا ما ينفعش. لكن هو مستنير بفكره انه هذا الكيان الاجتماعي اللي انت متوجه له انت بتجفف سائل التجانس الاجتماعي. يعني في نهايه انت طيب. في الاخر بتؤذي المجتمع وانت مش قاصد. يعني مش بتهم لكن بقول في الاخر ايه رايك المعايير دي. على فكره احنا ما جبناش معاييرنا ده المشاهد بلغنا كويس. ف
فتبنينا بس وجهه نظره عشان نوجد هذا الجسم بين. اه طب ما هو المشاهد ممكن بتلاقي الراي العام احيانا يا استاذ عصام يقول لك كده، انت عاجبك يا استاذ الدعاره والبلطجه، انت مبسوط من. ما هي دي مشكله اجتماعيه. أيوة. مش مشكله الدراما. صحيح. احنا عندنا مشاكل اجتماعيه زي مشكله مديره المدرسه اللي بتشتكي ان المسلسلات هي اللي بوظت الطلبه. ما احنا عارفين ان نظام التعليم في مصر بيدمر الطلبه وبيدمر المجتمع المصري أسوأ بكتير جدا من المسلسلات. محدش بيتكلم ليه على اصلاح نظام التعليم الفاسد اللي بيدمر اجيال واجيال. جميل. من المجتمع المصري. جميل. انت عايز يعني لك يعلقونا كل شيء على شماعه الدراما. هي الحيطه المايله كل الناس بتهاجمها. لا ازاي، لكن الاهالي دول ما يقدرش يروح يتكلم على المؤسسه التعليميه اللي بتخرب عقل اولاده. ازاي بقى ده طول النهار التعليم تمام بتوجه له بالنقد. بس يعني في مؤسسات ما بتقومش بدورها. المؤسسات دي تقوم بدورها الاول. تنتج مواطنين مثقفين متعلمين. جميل. صالحين اسوياء نفسيا. ما تعرضش للمهانه في المدرسه بالضرب بالدروس الخصوصيه. لان الدروس الخصوصيه دي اهانه. الدروس الخصوصيه دي اكبر اهانه بتوجه طبعا للمواطن وللتلاميذ. يعني اخطر من المسلسلات. لازم يعني تدفع فلوس عشان تنجح. استاذ سمير دايما يعني على طول هتلاقي الاستاذ عصام وضيوفي لسه هيتكلموا، لكن احنا بدانا بالدكتوره هدى لان قالت المعايير. يعني صام شايف ان دي حصه يعني حصه تربيه وطنيه او حصه ارشاد، يعني حصه تربيه وطنيه انا بقولها، يعني هل محتاجين ده حمايه للمجتمع؟ لانك كمان لما بتقيم دعوى قضائيه بتقيمها تعالوا نحمي المجتمع ونحمي القيم والمبادئ. اتفضل. يعني انا اقول لحضرتك مجموعه التوصيات دي انا بعتبرها طبق سلطه. هي نفسها طبق سلطه التوصيات دي كلها. وخساره الوقت اللي هم ضيعوه فيها وقعدوا بيتكلموا على حاجات مفترض انها تحصل. مش عايزه درس، يعني بيفترض انكم تعملوا كده. طيب التوصيات دي ولو ما عملناش كده مفيش حاجه، مفيش جزاء. ولذا كان كنت اتمنى ان التوصيات الاول تبدا بتعريف الابتكار والاسفاف، الفن والسفالة، الفرق بين الاتنين، عشان ما نجيش انا اقول عمل فني وده يعتبر ابتكار ودول بقى الفرقة اللي قاعدة دي طيور الظلام وقاصفي الاقلام، عشان ما وافقوش على واحدة تطلع عاهرة، ما وافقوش ان واحدة قاعدة تحشش طب كويس في عز رمضان. فاحنا ما دام ما وافقناش على كده نبقى مجموعه من طيور الظلام. هو بيتكلم بيقول لك ايه، ان العيب في المدرسه. فما حميده في سؤال مدى هي سابت البلد سابت البيت وسابت الحي كل ده كان بيقدم بطريقه فيها نوع من الفن. اللي بيقدم دلوقتي نوع من الاسفاف. يعني انا بعتبر اللي بيتكلموه ده اللي مكتوب التوصيات دي هي زي المهرجانات اللي عيال تطلع عماله تعمل لي كده وتعمل كده. يا سلام. ده فن ولا في فن؟ يعني في زي برضه بكرر لحضرتك، في حاله مخالفه ده هتعمل ايه؟ اتكلم من غير ما تشاور. ما هو الورق ده لا معلش يعني لا استخدمت ايدك طول الوقت في اتجاهي مع التوصيات اللي مع حضرتك. التوصيات اهي عايزها يعني لا حضرتك ما تزعليش. هذه التوصيات لا ما حد يقدر يزعل. هو مؤيده، لكن هو شايف انها يجب انها تكون موجوده ويكون منصوص بالعقاب لكل من لا يلتزم بها. برضه مش هناخدها بلغه العقاب. أيوة. لان العقاب في الاعمال المسفه اللي احنا بنشوفها دلوقتي موجود في قانون العقوبات. صحيح. انت بتحط معايير عمال تقول لهم طب هل انت حطيت هنا من ضمن المعايير ان احنا البلد في حاله حرب. أيوة. وعندنا حفين. كميه من الشهداء من ابنائنا والضباط والجنود. بالنص. أجانا نطلع تمثيلية بعد الفطار كلها اللي اتأدب وكلها الفخد والورك والصدر أطلعها أنا وفي واحد عنده أسرته يعني عندها شهيد طفل يتيم أب فقد ابنه امرأة فقدت زوجها. المفروض أراعي مشاعر الناس دي. فلما تيجي تقولي أن التعليم هو اللي بوظ، لا، اللي بيعمله البيت الشاشة هي اللي بوظته. الشاشة طول ما العيل قاعد قدام الشاشة أخطر من التعليم بمراحل. اللي انت بتعمله كأب
واللي بيعملوا التعليم بيرجع يفتح التلفزيون يلاقي حاجات تانية خالص، قصص تانية خالص. العب يلا، ارقص يلا، نط يلا، عمليات بقى الاحضان والبوس وكل المناظر دي، العيل بيشوف الكلام ده. نرجع تاني للي احنا بنقوله كل سنة. طب انت مش عاجبك اقلب. اقلب ازاي وانت داخل عندي؟ اقلب يعني معناها هكرشك، تمام؟ ولو قلبت هروح فين؟ الحلقة اللي بعديها انيل، والحلقة اللي بعديها انيل، طول ما انت ماشي لحد ما توصل لزيرو، كله زي بعضه. فاصبح النهاردة الاتجار بالاسفاف وقلة الادب هو ده اساس المسلسلات. طيب. والعديد من الافلام. استاذ محمد قبل اسالك استاذ اسامة عشان بس هو علق لك، ما عندك تعليق على ده؟ طبعا طبعا مش عارف والله يعني اللي بيحكم، انا هقول تعليق واحد بس. أيوة. اللي بيقيم العمل اذا كان هو عمل فني جيد ام عمل مسف، الناس اللي هي شغلتها تقيم الاعمال الفنيه. المتفرج اللي يقول قدام ولاده اقفل التلفزيون، اقفل القرف ده، تمام؟ طيب او هعمل زيه اروح على قناه تانية. لو المتفرج هو اللي بيحكم، فالمتفرج يقفل التلفزيون بس او يغير القناه، تمام. انا في كمان حاجه تانية اخطر من التلفزيون، موجوده في كل بيت والناس ما بتتكلمش فيها. النت والايباد والايفون يعني كله. هو ده نقدر نعمل عليه توجيه؟ لا. او رقابه؟ ما نقدرش نعمل عليه توجيه. ما انت بتحط فيه نفس الحاجه. يبقى اذا المشكله مش في المحتويات اللي موجوده على الانترنت او في التلفزيونات، ولكن المشكله في عقل من يستخدم هذه الادوات. ايوه، ده اللي لازم تربيته. صحيح. انه يقدر هو انك تحصنه يعني وتربيه نفسه وهو يختار يتفرج على ايه. لكن فكره ان انا اتحكم في المحتوى بتاع التلفزيون او بتاع الانترنت، دي فكره عبثيه ومستحيله. مستحيله وهتدفع معايير. والاستاذ سمير قضايا. أيوة. وهتدفع المشاهد طول الوقت لانه يدور على بدائل. انت لو فاكر السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها لما ابتدوا يقطعوا من المسلسلات في نص الشهر، الناس بطلت تتفرج على التلفزيون وبقت تتفرج على النسخه الكامله على اليوتيوب. طبعا. فانت اي اللي هو شوف النسخه الكامله وكده، لانه هو ما عارف ان المسلسل متقطع منه، فبتفرج عليه كامل على اليوتيوب. فطول ما انت بتطارد المشاهد وتقول له انا همنع، انا هوجه، هيروح يدور على بدائل. ان انت الصح ان انت تتوجه. أيوة. للمشاهد نفسه بتثقيفه وتربيته. جميل. انه يقدر هو يتفرج، بحيث ان الاسفاف ده يعني زي بالظبط جهاز الكمبيوتر او التابلت او التليفون اللي موجود في ايد كل مواطن. هو بيتحكم في نفسه، هو يتفرج على ايه وما يتفرجش على ايه. اشمعنى بيجي عند التلفزيون ويبقى يعني بلا حول ولا قوه؟ استاذ محمد، يعني هنا تسيب المشاهد يا استاذ سمير وغير المحطه، وغير الريموت اللي احنا قلناه. معاك ريموت وغير. فلما تيجي تقول لي الموبايل والايباد والانترنت برضه، هو انت بتروح لهم ليه؟ ما هو انت نفس الماده دي حاططها لي في كل عفريت، يعني في كل ركن حاطط لي عفريت. تفتح الايباد تلاقي فيه القرف ده، تفتح اللابتوب تلاقي فيه القرف ده، تفتح الانترنت تلاقي. طيب. ما هو ده نفس المنتج. استاذ محمد، شايف المعايير دي تؤدي الى وأد الفن؟ لو وضعها صناع الاعمال الفنيه كده، علقوها على الحيط عشان يشتغلوا من خلالها، يعني ما يبقاش في دراما. لا، انت كلامك موجه على فكره. لا مش انت قاصد. الحقيقه مش كده. الحقيقه ان الكاميرا دول تتضمن اهانات بالغه لكل فنان مصري حقيقي. اهانات طبعا يعني. انت بتفترض في الفنانين المصريين اللي انت اكثر منهم وطنيه، وانت بتحترم المراه المصريه اكتر منهم، وانت فاهم في كل حاجه كلجنه. بيجي الاستاذ سمير دلوقتي بيقول للجنه لا لا لا، ده انا اكتر منكم بقى، اكتر منكم فاهم في الوطنيه، واكتر منكم في حب البلد مسابقه الوطنيه. ممكن يبقى في حد قاعد بيتفرج علينا يقول لا ده انا اكتر منكم كلكم. صحيح. اللي يضايق في الموضوع ان في فنانين اشتركوا في صياغه الكلام ده اتهانوا دلوقتي واحنا قاعدين. يعني الدكتوره قالت ان المشكله اللي في مصر دي من بدايه الثمانينات، فنانين اشتركوا معاها هم كانوا ملء السمع والبصر في بدايه الثمانينات، انا ما كنتش لسه اتولدت.
فيعني رغم ان هم بيصيغوا معهم الكلام ده، لا انا برصد مجتمع على فكره، انا برصد مجتمع مش برصد رصد، يعني ازمه اجتماعيه حصلت منذ السبعينات منذ سادت انواع من اقتصاديات السمسره، ما انت معلش انا بتكلم عن الطبقه اللي ظهرت طفيليه، فساد سلوك السمسره وتجاره العمله، لما تطلع لي من ده اشكال من الدراما والفن تبقى قصه اخرى. احنا مش داخلين في سبق بيقول مين فينا الاكثر وطنيه بالظبط، لا هو مين برضو بيتكلم بلسان الجمهور. يعني هي الدكتوره في بدايه الكلام قالت ان احنا محملين برساله من الجمهور، طبعا امال هنشتغل ليه؟ انا مين في، انا ما شفتش، لا شفت جمهور بيبعت يعني رساله، لازم يبعت جواب لحضرتك يقول لك ان هو اللي انا شفته حضرتك جمهور حريص جدا بيقعد في القهوه بيتفرج على مسلسلات محمد رمضان وبيحب محمد رمضان كده، هو ده الجمهور اللي اشتكى لحضرتك ولا مين؟ انا مش عارف. امال امراض الباثولوجيا الاجتماعيه بتقول ايه؟ عندما توجهت لتشويه يا دكتور الروح عند الجمهور اصبح يقبل على الاشياء السيئه اقبالا باعتبارها اشياء جميله. انا مش شايفه غير اني بعلق الجرس في رقبه القط بس على فكره، ولا المعايير هيمشي حاططها على الحيطه ويتخض من كتاب القراءه الرشيده. احنا بنعلق الجرس في رقبه القط لان دي عمليه تاريخيه طويله عبال ما نوصل للغرض. طيب هل ده تعليق للجرس في رقبه القط ولا يخنق القط ويخنق الفن؟ شفت بقى انت قاصد دلوقتي انت ضد امبارح على فكره، حلقتك امبارح ما كانتش كده. الموضوع مش قصه دفاع عن الفن، لا لا هي دفاع عن البلد عن الوطن. انت ما ينفعش تبقى المشكله قدامك واضحه وصريحه، المشكله عندك في المجتمع مش في اللي بينقلوا الفن عن المجتمع. طيب انا عالج النموذج اللي موجود في الحقيقه، يعني اذا كان في نموذج انت مش طايق تشوفه في التلفزيون طب قابل ازاي بوجوده في الحقيقه؟ انا يعني ايوه يعني حضرتك دول حضرتك تقول ان المشكله في المجتمع واحد اتنين تلاته ونعالجها في مجتمعنا في مشاكل، مش احنا بدأنا بامراض اجتماعيه انتجت مثل هذا النوع؟ يعني احنا مش بنقول يا جماعه انتوا غلطانين واقفين في الهوا لوحديكم، احنا قلنا المجتمع افرز ايه نتيجه ظرف مر بيه مش كده؟ اذا احنا مش مختلفين فلماذا تبحثون عن الاختلاف؟ يعني حتى يعني الاستاذ سمير وهو يعني بيتكلم يعني حضرتك تقر ان النماذج اللي مش عاجباك دي، طب معلش واحده واحده عشان افهم انا، طيب تقر ان النماذج اللي مش عاجباك دي في التلفزيون موجوده في الواقع؟ بس انت جبت سيره الواقع بقى، يعني اسماعيل الراجل لما هيجي يكتب دلوقتي هيتكلم عن نماذج تانية موجوده في المكسيك ولا هيتكلم عن الواقع اللي هو عايزه؟ لا هو مش في الفضاء، هو بيتكلم عن واقعه بالظبط. بس في حاجه اخرى فضل. يعني وانت يعني احنا متفقين لكن نبحث عن مواطن الاختلاف في كلامنا، مش احنا اللي عمل الورق ده هو اللي بيبحث عن، لا ده احنا عاملين حاجه كده عشان الناس وهي بتبص عليها افتكر ان هو شطح كتير عما يعني. يعني امهات الشهداء اللي واقفين قدامنا دول ما تستحقش، ما تستحقش يا جماعه. امهات الشهداء دول حاجه عظيمه، والشهداء دول حاجه بس عظيمة. مش هنعمل لهم حاجه. مين قال ان مش هنعمل لهم؟ حضرتك اللي مش متابع، حضرتك اللي ما بتتفرجش. لا يا شيخ طبعا في، طب طلع لي شهيد في المسلسلات بتاعت السنتين اللي فاتوا مش اكتر. يعني انا اقصد حاجه تانية، ما هو موضوع الشهداء وفوق دماغنا وكل حاجه، بس ده مش بشكل مباشر، مش بشكل مباشر. مسلسل حقق نجاح في رمضان اللي فات مسلسل كلبش، كان البطل بتاعه راجل شرطه وناس متعاطفه معاه. واحنا ما بنعملش يعني برضو مش المفروض اللي احنا بنعمل الدراما دي، حتى اسامي مش هنقول اسامي بغض النظر، انما مفيش يعني ما ينفعش حاجه توجه اتهام للمبدع المصري انه راجل مش وطني وراجل مش مهتم بقضيه وطنه وراجل. احنا بدل ما كان المفروض يا استاذ وائل ان احنا دلوقتي بنشد على ايدين الناس اللي شغاله دلوقتي في استوديوهات وبيتعبانين جدا طبعا، ربنا يكون جدا علشان يسعدونا كمان اسبوعين كل سنه طيبين، ونقول لهم شدوا حيلكم وربنا معاكم وان شاء الله هيفرحوكم. خليني افكر حضرتك. ايوه بس بالله مش انا حاربهم، بالله في راي، بالله في راي عام خلينا، عشان الدكتوره هدى بتقول انت يعني، بس في بلاقي في راي عام بيقول عجبك السفاله والانحطاط اللي في ال لا مش عاجبني، لا مش لو في حاجه مش عجباني يا استاذ وائل، عاجبك العاهره لو في حاجه مش عجباني، لو في حاجه مش عجباني انا مش هتفرج عليها، لو في حاجه مش عجباني وما ينفعش ولادي عشان انت مثقف كده كده في، انت مثقف مش هتتفرج. المفروض بقى دول حضرتك والاساتذه تخلونا كلنا بقى كده عندنا حد ادنى من الثقافه. جميل، احنا بقى بدانا نمارس الدور ده مش في منطقه الثقافه والفهم. خد عايز اقول لحضرتك يا دكتور، احنا مش عايزين نبقى سلطه، احنا عايزين نبقى ايه؟ قوه فاعله في المجتمع تنجو بيه احنا وانتم، احنا وانتم. طيب خلي بالكم يا جماعه، انا هسال الاستاذ عاطف، بس كمان في يعني هنا
فكرة انه لو في افكار او نصوص دينية او علمية او تاريخية لازم يتم الرجوع لاهل الخبرة والاختصاص، يعني علشان ما يبقاش في معرفة خاطئة، يعني ما يبقاش في اخطاء معرفية يعني. ايوه طبعا. اقول لك على حاجة، كل يوم بنشوف طلقيني يا سوسن، بنشوف في منتج فني جملة بيقول فيها طلقيني، ودي جملة تدل على جهل شديد بمسألة العصمة، لانه حتى لو العصمة مع الزوجة يمكن للزوج يقول له روحي وانت طالق، لكن هو ما بيقول كده، بيقول على مردود خاطئ للحق بتاع العصمة. فاحنا بنقول هنا ابقى راجع شوية. طب ابسط حاجة، معلش مش هضايقكم يعني، مسلسل رائع اسمه أم كلثوم، في اكتر من كده؟ في سقطة تاريخية مرعبة. وانا قلت للأستاذ محفوظ عبد الرحمن رحمه الله، قلت له انت كتبت ليه ان أم كلثوم يوم 9 يونيو لما سمعت خطاب التنحي بتاع الرئيس جمال عبد الناصر راحت نازلة في البيزمنت بتاع الفيلا وقعدت حزينة وبتعيط 3 ايام لغاية ما خبطوا عليها وفتحت الباب لان الرئيس جمال عبد الناصر طلبها. في الحقيقة المشهد ده قلت له انت ما كنتش في مصر، لان هي اول ما سمعت خطاب التنحي جريت على شارع الشريفين مع صالح جودت مع رياض السنباطي، قلت لهم اكتبوا لي حالا شعر اغنيه عشان اقول له ابقى. في اغنية اسمها اغنية اليوم الواحد بتقول له قم واسمعها من اعماقي فانا الشعب، غنتها الساعة 7، هو قال خطابه 5 غنتها 7 وهو قال لنا الساعة 9 ان هو رجع. فما تغنتش تاني يوم. لما انا اسقط يعني وقعة تاريخية، مش في مسلسلات تاريخية، بعض المراجعة مهم، مراجعة لبعض المعرفة فما يقولهاش طلقيني يا سوسن، وبعض المراجعة مهمة ما ينكرش حادثة تاريخية لانه ما كانش شافها، ده اللي اقصده يعني. دي مسلمات يعني، مش محتاجه نحطها. هو الراجل كمبدع كمؤلف، تخيل الست العاشقه دي المحبه للرمز زعيم عبد الناصر، أيوة. بعد ما سمعت خطابه هو لم يذكر في المسلسل انه ام كلثوم ما غنتش غنوه، عشان حد بتقول لي في مغالطه، هو أيوة. ما قالش في المسلسل، هو ما قالكيش ان هي ما غنتش، انما هو في لحظه يعني الدراما كدراما ان البني ادمه دي يا ترى دلوقتي هتتبع الدراما يختلف عن لا هو قال لي انا تخيل ان هي قاعده لا قال لي انا كنت في الكويت وما شفتش. هو لو خطا، حتى لو خطا تاريخي هو ده وارد طبعا يعني، مش خطا تاريخي. انا مش ضد، مش احنا بنساعد ده تصريح. الاختلاف بس يمكن الوحيد اللي بيننا انه اتفضل، الاعمال فيها ممكن يبقى فيها اخطاء دراميه، ممكن يبقى فيها اخطاء تاريخية، ماشي. علمية، طيب. أخطاء في السيناريو، أخطاء في الرؤية الاجتماعية، مفيش مانع في التحليل الاجتماعي، كل ده وارد كويس. لكن أنا الفرق بس أو الاختلاف اللي بيننا إن ده شغلتنا إحنا كدارسين وباحثين ونقاد، إن إحنا نشرح ونحلل هذه الأعمال ونقوم بوظيفتنا العلمية، جميل. كنقاد وكباحثين عداك العلم، إن إحنا ننشر ده للناس فالناس تتعلم منه فتدريجيا ترتفع الثقافه طبعا. ولكن ليس بهذا الجو البوليسي. أيوة. اللي سايد دلوقتي هيحولنا العسكري على ده جو بوليسي. هل ده هل 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 دي قائمه بوليسيه يجب ان توزع على اقسام الشرطه وليس على والله انت قاصد على صناع الاعمال الفنيه؟ اسمح لي اتكلم بصفتي ناقد وكاتب للدراما يعني ممارس. أيوة. للكتابة في الدراما. الفن لا يحاسب إلا بقيم نقدية. أيوة. يعني الفن ذاته لما أجي حكمه فبحكمه بقيم نقدية مش بقيم محطوطة في جامع أو كنيسة أو مسائل أخلاقية. بالضبط. لأنك هتصطدم بالمبدع إنك بتفرض عليه أشياء كثيرة جدا بتخيده. والمبدع عندما يكتب، والمبدع عندما يمثل، والمبدع عندما يخرج، هو ما بيحطش اللي انت بتقوله ده كله في اعتباراته. ليه؟ اللي هو محكم بالعمل الفني اللي هو بيقدمه. من وجهة نظري انا اللي بيحكم الفنان الصادق الحقيقي من الفنان الغير حقيقي، او مش عايز اقول الفنان الوطني والفنان غير وطني، هو الضمير الفني اللي موجود عنده. أيوة. يعني هو بيبقى في داخله رقيب على ذاته وعلى نفسه، زي عندنا في الاعلام، وانت راجل اعلامي كبير ما بنيجي اشتغل في الصحافه، فبيبقى في ضمير جوه الصحفي طبعا. هو الرقيب الاول والاساسي، في ضمير بيحكمه. فليس كل ما يقال ينشر، وليس كل ما يعرف ينشر.
في اشياء بيبقى مسموح نشرها بعد وقت من الزمن، في اشياء بتنشرها دلوقتي فبتسبب لك مشاكل وبدخلك في دهاليز كثيره جدا. في صميم الموضوع بقى في مراقبه الدراما، انا شايف في التوصيات الاخلاقيه اللي موجوده دي او المعايير الاخلاقيه هي موجوده اساسا، يعني مش محتاجه انك توصي بيها. يعني انا لا اعتقد ان في فنان او مبدع في مصر هو ما يعرفش كل ما جاء في هذه اللوحه. طب لا هو عارفها وكتبنا فيها يا استاذ وائل عشرات المرات في مسلسلات انتقدناها في مصر. لا بس هي دي معمولة لانه هم شايفين ان المسلسلات انحرفت عن هذه المعايير لانها غير مجزئة، لان لو هي موجودة يبقى انا مش محتاج اعمل معايير جديدة. يعني صحيح. هتلزم مين دي؟ هتلزم مين؟ الفضائيات؟ هتلزم صناع الاعمال الفنية. لا. لان الفضائيات لو اتعاقبت هتحذف وهتشيل. مفيش يا بيه قانون يلزم الفضائيات باللي في ايدك ده خالص. طيب. المشكلة احنا بنتكلم طيب. فيها انتوا عاملين عقوبات؟ لا 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 لا. طب افهم العقوبات ايه؟ لا ده 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 انت عارف الكلمه هيتذبح الكلمه بكام؟ لا مش بكام. جهاز تنظيم الاعلام في حاطط عقوبات وحذف مشاهد. لحظه بس يا استاذ وائل، خلينا المشكله معقده. المشكله معقده وليها اكثر من بعد. جميل. يعني في بعد اقتصادي، البعد الاقتصادي متعلق بالمنتج متعلق بالفضائيه اللي حضرتك بتشتغل فيها، لان في فضائيات بتيجي تاخد المسلسلات دي حصري طبعا. على ضوء شراء للمسلسل، على ضوء ما بيجيب كم الاعلانات اللي هترجع له فلوسه. فلما تيجي حضرتك تقول المسلسل ده في ارمي 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 احذف، يعني الراجل اتخرب بيته كمنتج وفضائيه. المشكله في ايه؟ هقول لك باديه منين. المشكله باديه منين؟ من المساله التراتبيه. انا عندي جهاز تابع الدوله ويتبع وزاره الثقافه اسمه جهاز الرقابة على المصنفات الفنية اللي بيرقصه الدكتور خالد عبد الجليل. حلو الكلام؟ انا كراجل مبدع او كراجل كاتب او كراجل منتج، انا باخد المصنف ده بوديه الرقابة اقول له لو سمحت انا عايز انتج ده فرق تعمل لي رقابة عليه، فيبتدي يقراه خلاص. يجي هو يقول لك لا ده فيه وفيه 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 لان في قانون. طيب استاذ محمد قبل ما اسالك هنا، حضرتك بتقولي في عقوبات دكتور، ايه العقوبات وعلى مين؟ لا ده احنا بنتعامل مع القنوات ما بنتعاملش مع المبدع. لو لانه مجلس اعلى الاعلام فيتعامل مع القنوات. لكن اللي انا عايز اقوله انه ان انا دايما الاحظ في نوع التشوق. عايز اعرف ايه العقوبات؟ طب معلش استنى ما اكمل. انت خايف ولا لا 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 انا بس لا عايز اعرف. القنوات هتخاف طبعا من عايز اعرف عايز اعرف. بيقول القناه احنا انت عندك المسلسلات حصيله رمضان في 30 كلمه مسيئه في 50,000. لا ده احنا من 30 في 50,000 الناس هتقفل. احنا من منذ نشا المجلس الاعلى للاعلام وكنت ضيفه حضرتك انت فاكر احنا قلنا كل سنه بدا الهجوم من قبل ما نعمل لجنه الدراما. الحقيقه فكره لجنه الدراما هي فكره، وهي وهقول لك من بلغه علم الاجتماع السياسي، عندما تريد تغيير مجتمع كلنا عايزين نغير المجتمع للافضل مش كده؟ بس واحنا بنعمل الحركه دي للامام اظن انه في جماعات بنسميها جماعات التي لها مصلحه في الوضع الراهن فهتقاومك مش كده؟ هو انت بتكافح عليك بيقول لك كده عليك ان تنتصر في كل المراحل لغايه ما تغير. ولذلك مارتن لوثر كينج يغتال لكن اوباما بعد 50 سنه يجي رئيس اسود لامريكا. يعني هي الفكره ايه؟ هم قعدوا 50 سنة عبال ما غيرت لغاية ما تنتصر. فاحنا مش متوقعين انتصارات سريعة ولا العقاب يعمل حاجة قد ما احنا نتمنى حلمنا أكبر. يعني تراكميا ده يعني ممكن بعد 5 سنين وحلمنا أكبر من المعايير. حلمنا أكبر من المعايير هو أن نصل لرؤية موحدة لهذه الأمة التي يتم تفكيكها عمدا مع سبق الإصرار والترصد. مين بقى اللي بيفكك الامه دي عمدا مع يعني نظريه المؤامره يعني؟ لا لا خالص مش حضرتك. ما انا فاهم انا عايز اعرف يعني هي شايفه المسلسلات جزء من عمليه التفكير. ده في جزء. لا 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 انت سبقك. لا انت سبقك معلش انت سبقك ايه بقى؟ سبقك صعود ابالسه الى منابرنا
ده في دراسه معموله مش في مصر. يبقى حضرتك بقى ايه؟ يبقى انا اعالج في المدرسه. انا لسه كملت. في البيت وفي المطبخ. ده انت مش مستني احط في الستوب على الكلام. انا عارف حضرتك. انت دلوقتي بدات بتشويه اجتماعي وثقافي وفصلت مثلا الحس الوطني عن الحس الديني، ادي مرض اجتماعي. لما يجي بقى يتعامل من صناع الدراما، هم مش جايين من المريخ، هم هيتعاملوا في ظل هذا المرض. طب العقوبات انا سالت ما هي دي معايير وضعت. كويس. هنلاقي في مسلسلات اتقال فيها يعني كلمات سوقية، كان في خروج على هذه المعايير. هتعاقبهم بايه؟ هتعاقب الشاشات بايه؟ انت هتعاقب الشاشه يعني. دي الشاشه دي احنا من ابريل الماضي عاقبنا الشاشات. من ابريل الماضي. لجنه الرصد في المجلس الاعلى للاعلام رصدت وجينا ناقشنا هنا وناقشنا ده. وبرضه تهاجمنا من فكره ازاي ترصدوا الحاجات دي، ده الفن للفن، وانتوا جيتوا ناحيه الابداع وشوهتوا الدنيا، اللي هي الفكره دي. انا على فكره مش ضد ان احنا نتعارك هكذا، عارف ليه؟ لانه في الاخر ما محبه اللي بعد عداوه، في الاخر محبه الوطن، مش هي دي القضيه؟ هي قضيه ان هذه الامه. يعني لكن انا عايز اقول حاجه، الاختلاف مهم لانه هيولد منه. يمكن حضرتك كان الابنودي لغن وبيغنيها محمد حمام، بيقول لك ان لم يكون العلم، مش الفن بس، مصباح الغلابه، ان لم يزيح العتبه والخوف والضبابه، لا فايده في كتابك ولا سهرك وعذابك. يعني هو في الاخر اذا لم ننهض باخلاق هذه الامه، انما الامم الاخلاق وما بقيت، مش كده؟ طيب انا عايز مش هبقى ادي لهم درس في المدرسه، لكن هي فكرة اني عندي يعني مشاهد كثيرة تشكل الوعي للطفل والشاب والفتاة. طيب بس انا تاني السؤال دكتور، حددنا العقوبات ولا لا؟ يعني لا، دي العقوبات دي قديمة واحنا ناقشناها هنا. يعني هي مش معايا. يعني هي موجودة يعني. ايوة طبعا. لكن طبعًا. الكلمات، لانهم كانوا قالوا انه الكلمة السوقية هتدفع. لا ده انت ممكن تعمل صمت يعني بدل الكلمه، يعني هتمسح صفاره. ايوه انا برضو مش فاهم، بس برضو دور يعني في عقوبات. في عقوبات غرامات ماليه تم تطبيقها على بعض القنوات. مش كده؟ ايوه. يعني اذا لما انا بقول ان دي لجنه بوليسيه لم اخطئ، لجنة بوليسية وبتمارس العقوبات كمان بلطجة. وده يرجعنا للاختلاف الأساسي، لأنه ده مش هيؤدي لأي إصلاح. طبعا الإصلاح يجي بالبحث، بالنقد، بالدراسة، بالمناقشة، بإصلاح المجتمع نفسه. جميل. مش بتخويف أصحاب القنوات أو تخويف صناع المسلسلات. أنا ضد ده حقيقي. تماما. وانت بتقرب جهاز المناعه عند الناس. لا لا لا. لازم كمان في تاريخ امريكا، وكل الامريكان النهارده يقول لك دي اكبر سبه جت في تاريخ امريكا، هي لجنه هيز اللي هي بتاعت الرقابه دي، اللي كانت بتعمل غرامات على الافلام وعلى يعني مش عايز بعد 20 سنه يتقال ان لجنه دي كانت اكبر سبه في العصر اللي احنا عايشين فيه. لا، احنا هنشيل السبه وهنشيل الهم للاسف، وهنتحمل تهمات علشان احنا شايفين واحد قاعد على الكرسي الفاضي. انا كنت عايز اتكلم بس في كذا نقطه. طيب. يعني احنا قلبين بعد اذنك. انا عايز اسال حاجه، الكلام ده هيتطبق من امتى؟ بعد ما الاعمال بتاعت رمضان ده خلصت، ولا الكلام ده معمول عشان رمضان اللي بعد الجاي؟ لا، الشاشه اللي هتعرض. انت مشغول بالمعادي يعني؟ ما هو هيقول لك ايه؟ صناع الاعمال الفنيه بيعملوها. طيب كل شاشه هتبص على هذه المعايير وهتقعد تشوف الحلقات. كويس، اشكرك، انت فكرتني. قبل ما تعرضها فكرتني. لا فكرتني يعني فكره انه الناس تاخد الحلقه هتذاعها، ما هو بيقول لك هيعاقبوا الشاشات. ما العمل موجود في العلب. هو الاستاذ سمير هيرفع قضايا على ايه؟ طيب هو اشتغل خلاص، العمل خلص، هيشيل، هيحذف. ما يقدرش هيحذف بعد ما خلص. يعني حضرتك نفسك ايه اللي يحصل بالظبط؟ في المنتج اللي يقدرش يلعب فيه، نفسك لانه بعاقب عليه خلاص الشباب. طيب خلاص، فلازم يعرضوا بحاله كده. شوف انا، فانت لما تيجي تقول لي طبق دي النهارده على مسلسلات بقت في العلب خلاص جاهزه على العرض،
مش هيمشي الكلام ده. احنا مشغولين يعني بعقل الامه مش باللحظه الراهنه يا فندم. لا مشغول لانك انت انتوا في دنيا تانية يا دكتور، انتوا في دنيا تانية خالص والناس في دنيا تانية. ولا باثر. خليني استاذ محمد قبل ما اسالك بس انا عايز استعيد المكالمه اللي كنا عملناها مع الفنان الكبير الاستاذ عادل امام، واللي اعتبر البعض انه يعني المكالمه لانها كانت مقدمه لغضب عدد كبير من الفنانين، يعني ايدوا الاستاذ عادل في كلامه بس لما قال ان اللجنه لجنه فاشيه. اهلا بيهم طبعا. استاذ عادل، لما بتسمع شويه عن القواعد اللي بيحاول بعض فرضها من خلال الرقابه او اللجان المختلفه، يعني اهتميت بمتابعه الحديث عن ضوابط حيتم وضعها للتعامل مع المسلسلات؟ يا راجل بلاش كلام فارغ، احنا مش عايزين وصايا. الوصي على الفن هو الفن نفسه يا وائل. يعني الناس دي هتقول لا ما تعملوش ده ولا اعملوا ده ولا ما نعمل مسلسل ده ما يتعرضش. ما حدش يقدر يعمل كده. هنهزر ولا ايه؟ شايف ده ضد الفن ووصايا جديده على الفن؟ طبعا. ده 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 انا سمعت يعني تدقيق في كل المشاهد وفي كل وهيتم حتى توزيع اختيار الموضوعات، تحديد الموضوعات التي يجب ان يتم تناولها في المسلسلات. يعني يا حبيبي غلط، ده الناس دي هتجني على الفن في مصر. محدش له دعوه بالفن، محدش له دعوه بيه. حضرتك ضد تشكيل لجان للرقابه والمتابعه وغيره؟ يعني احنا ناقصين لجان يا وائل. لجان ايه؟ اللجان في كل مكان، ده شعار العقيد القذافي الله يرحمه بقى، اللجان الشعبيه وغيرها يعني. فواضح انها لجان من نفس فانت شايف هنا لجان رقابه، احنا مش ناقصين يعني. احنا مش ناقصين لجان فاشيه يعني، لا. طيب طبعا كلام الاستاذ عادل امام فنان بقيمه وقامه الاستاذ عادل امام مهم جدا انه الناس، لان احنا بنقرا حاجات احيانا لمراقبه المسلسلات لمتابعه المسلسلات، مفيش شك في ان الناس من حقها الحفاظ والحرص على قيم المجتمع يعني، لكن الاستاذ عادل بيقول انت شايف يا استاذ عادل ان صناع العمل هم او الفن هو رقيب على نفسه يعني. هو الرقيب، ما حدش يقول لي على مزاجه هو او من وجهه نظره هو ده لا وده يعني الجمهور هو اللي بيحكم يعني. الجمهور بيحكم. رساله في غايه الاهميه. استاذ عادل انا بشكرك. طيب اهو ده راي الاستاذ عادل الدكتور يعني. لا انت قلت له اشاعات فرد عليه. هو نفس ما هو ده اللي حصل. هو ده اللي حصل الاخر. ما دام احنا عدى اللي هو اولويات. لا يعني انا لا اخدع في ان حد يبلغه. هو المعايير دي بالظبط هي اللي انا سالته فيها والله. لا انت كل اسئلتك كانت بتقول بتحط على لسانه ما يسمعه فيعقب. انا عندي بس عندي ملحوظه، لان انا مش اول مره اشارك في حاجه بخصوص اللجنه يعني، من ساعه ما تاسست من حوالي سنة أو أكتر. أنا يعني ما كملت. هم عندهم اقتناع غريب إن كل ما يقال إشاعات. لا مش حضرتك بس، كل اللجنة. إن كل ما يقال عنهم إشاعات، وإن هم مش جهة رقابية، وإنه هم إحنا كده بالفعل. والا بيقوم ولكن خالد عبد الجليل بيعمل ايه لما احنا هنقوم هو انتوا بتفتقوا على جهاز الرقابه. عندكم انكار للموضوع بشكل غريب. لا لا هي سوء الفهم لدورنا، لان الناس بتستنانا علشان تتمنى لنا الغلط. المساله دي احنا كنا بنقول حتى في لو قلت لك في وقائع موجوده للحزم. احنا كنا بنقول حاجه، نحن نود ونشجع ان تظهر دراما تساعد في رفع الوعي الجمعي وتستخدمنا مثل شعبي الدرة تعدل العصبة. الدرة تعدل العصبة يعني إن لما يطلع عمل جميل زي مسلسل الجامعة مثلا، عمل رائع كويس، المسلسلات ذات الطبع التقيلة دي بتدي إحساس كل ما تكتر هيبقى في المنافسة الناس عايزة تبقى أحسن يعني، مش هتبقى مسابقة في الإسفاف ولا مسابقة في السقوط ولا مسابقة. يعني طب ده دور الدولة. ده الجماعة مسلسل كويس. ده دور وحيد حامد رافض يعني. الراجل كاتب حر يا سيدي. هو رافض يعني.
وانا هو احنا هنعمل انتخابات مين وحش ومين حلو؟ انا بقول لك في مسلسل عالج هو مساله هو مثلا بس ضربت بيه مثلا. هل هو بقى لما كتب المسلسل ده الاستاذ وحيد كانت اللجنه بتاعت حضرتك موجوده؟ لا انتوا متخيلين ان قبل النظره اللجنه قبل النظره. محمد قبل ما اطلع فاصل ونبتدي كمان نشوف تعليقات الناس معانا مبدئيا كده مبدئيا المعايير اللي هم عملوه احنا قعدنا جلسه قبل كده واتكلمنا باستفاضه والكل تنصل من اي حاجه طلعت قولا واحدا مع مين؟ المعايير اللي طالعه ديت هي مجموعه من النصائح الابويه اللي المفروض هم اوصياء على المجتمع. جابوا الوصايا دي منين مش عارفين، ولكن كوي. مجموعه من الوصايا كوي. الوصايا مش على المجتمع بس على اكتر على المبدعين. ثانيا في فرق شاسع ما بين المشروع دولة تنويرية كانت بتقود مجتمع أيوة. وما بين انسحاب الدولة. لما تيجوا تتكلموا النهاردة على ان في اسفاف، طب ما الدولة انسحبت، طب ما تقدم شغل تاريخي وشغل محترم وشغل كذا ينافس هذا الاسفاف. الجزئية الاهم من كده ان مجلس التنظيم الاعلام هو افتأت بشكل واضح على جهاز الرقابة. الحاجات دي كلها مبدئيا مسلمات مش محتاجة ان انا اطلعها. هديكي حاجة المجلس عملها، هو حذف مشهد فيلم خلي بالك من زوزو بعد 40 سنة. الدنيا دي هم في دنيا واحنا في دنيا. مين اللي حذف؟ اللي بيشيل ساعات حذف. ايوة اللي بيشيل ساعات حذف بعد 40 سنة بتتحذف. محدش كان واخد باله اصلا. المجلس عمل عقوبات سابقة. ليه؟ لان هو بيفتقت على حقوق كتير لاجهزة تانية في الدولة. لو انا عايز دلوقتي ان انا اراقب على هذه المصنفات انا عندي جهاز بيراقب. المجلس عمل حاجه خطيره جدا والناس مش واخده بالها. في حاجه اسمها رقابه مسبقه اللي هو الرقابه، لا ده عمل رقابه لاحقه. ازاي احنا في مجتمع بهذا الشكل؟ احنا بدل ما نوسع دائره حريه الراي والابداع جايين بنراقب عليه قبل ما يكتب وبعد ما يكتب. بل الاخطر من ذلك ان مجلس التنظيم، واحنا هنحاول نشوف كمان الاستاذ مكرم الموضوع. أيوة الموضوع اخطر من الموضوع اللي احنا بنتكلم ان في مشهد مسيف. لا لازم لا الموضوع مش كده. الموضوع ان في تضارب ما بين الاجهزه في الرقابه دي جزئيه. يعني مثلا احنا لو جبنا مثلا هذه المعايير وجينا طبقناها على مسلسل الرايه البيضاء لرئيس اللجنه محمد فاضل مش هيطلع المسلسل. ليه؟ لانه في الاخر اللي انتصرت البلطجه والفلوس والنفوذ واحنا حاولنا. اذا لو احنا جينا طبقنا الكلام ده على رئيس اللجنه مش هتطبق. فلازم نبقى واخدين بالنا ان احنا بنخاطب شباب ممكن ملخص تقفل كده وتقعد تتفرج مباشر على الانترنت. هتقول لي لا ما احنا اللي بننتج. لا ومن قال لك ان انت بتنتج لوحدك؟ ما في دول عربيه بتنتج مسلسلات ودول اجنبيه، في ناس كتيره جدا بتتفرج على مسلسلات اجنبيه. هتحذف ايه ولا ايه؟ الثقافه المجتمعيه لازم تبقى بتضافر كافه المؤسسات. كلمه الدوله انسحبت دي انا سمعتها كتير قوي على فكره. ولما يجي حد يدافع عن الاشياء اللي بيعملها يقولوا انا مالي، انا قطاع خاص وهي الدوله. مع يعني الصوره الهلاميه للدوله دي، الدولة دي يعني انا بديها الحس الوطني وانا ابقى خاين؟ لا، المفروض ان انا داعم للدولة وجزء منها. ما في رقابة ذاتية يا دكتورة، انت دلوقتي بتقولي ان كل الناس اللي بتعمل كده مش وطنيين. أنا لا مش لا لا خالص ليهم في نظرية مؤامرة. لا خالص، انت اللي ترجمت كلامي. لا خالص، كلام واضح يا دكتورة وفي افعال. ما انا قلت لك كذا مثلا الوقت بنتكلم عنها كانها كائن فضائي وعليه ان يعود لانه رحل. وهو لو ما انت اديت المثل يا دكتوره بالجماعه انت بتقاطعني كتير. ما هو ده احنا هنتكلم في حاجه، ما ده حقيقه يا دكتوره. دي معلومه، غياب الدوله عن الانتاج الدرامي والسينمائي خلى دوله زي تركيا راحت عملت مسلسلات وقعدت. ضيف حاجه مهمه جدا، في دوله في دول عربيه سيطرت على الثقافه المصريه بقى لها فتره كبيره. الدوله فين؟ مين المنتج اللي هيجي يعمل انتاج ويدفع منها ميته؟ انت ناوي تسيب الدوله ميته؟ انت مش هتقوم دور لدعمها؟ بنقوم بدور طبعا. لازم نقتل بقى الابداع ونقول له لا لازم تعمل كذا وتخش الاول وتبقى. يبقى انا هنام على كتف الدوله الى ان لا مفيش حاجه اسمها كل واحد يقوم بدور يا دكتوره. صحيح حضرتك دلوقتي بتقولي ان انتوا جايين تنقذوا البلد من اللي بيحصل فيها والثقافه المجتمعيه. انا قلت كده، دي الرساله يا دكتوره اللي بتوصليها. احنا عندنا محاولة كذا حد يجي هنا بيتوصل من الذي انتهك ما عينيه ما هو الدور؟ انتهك المشاهد عينين وودان ولم يعد هناك ذلك الفلتر اللي احنا اعتدنا
انه من خلاله عشان 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 الدوله غيبت جهاز الرقابه. خلاص. الرقابه كانت بتشوف الكلام. انتوا ادوا ادوا الدعم لجهاز الجهاز عشان يشتغل ونام. مش تروحوا تعملوا جهاز تاني. انت رايح بقى تحدف على الدوله. لا مش على مش الدولة. في جهاز موجود مستقل اتحمل مسؤوليتك الوطنية. كلهم كل المبدعين وكل الكتاب متحملين مسؤوليتهم الوطنية. هي بابا وماما أنور وجدي ومشيت الدولة. هنسيبها تغرق؟ لا 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 لا, لا الموضوع مش كده. مش هنسيبها تغرق. هو يعني هو دور الدولة بس. هو يعني لازم احنا لازم احنا يعني نبقى ممكن بس لو سمحت استاذ اذا اقول ملحوظة. الدولة ليست غائبة. الدولة موجودة. الدولة موجودة وممثلة. لا لم تعد موجودة في الإنتاج الفني. يعني. موجودة في جهاز الرقابة على المصنفات. أيوة ما أنا اللي بنتكلم عليه. امنع من المنبع. مش بعد تصور وتزيد. كويس دي بقى. دي 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 بقى دي دي دي, دي جزئية. لا يصلح. دي نصائح بقى. خلاص. أستاذ سامع عايز تقول إيه اتفضل. يعني أنا بس هسأل على حاجة ثانية برضو. إذا القناة منعت اللقطات أو الحاجات دي. وعرضتها على الانترنت اللجنة من حق اللجنة بتعمل غرامة عليها برضو. لا مش قضية منع ولا رجل بوليس ولا خناقة. هي هم انا فيها بدور الناظر. هنا بنكرس. هم حركة غريبة يا استاذ وائل. هم حركة غريبة جدا. قال لك احنا عشان يهربوا من النقد اللي حصل اول انشاء هذه اللجنة. قال لك لا احنا مش هنمنع من الاول. لا ده احنا هنراقب الشاشات. ده عمليه هروب الى الامام لان احنا كان في مناقشه هنا ومجموعه من المنتجين كانوا موجودين وكانت اللجنه بتعمل بتعمل اللجنة بتعمل في الجلسه دي. كان في دلوقتي في بعض مثلا هاخد مسلسلات تشترك فيها قنوات يعني هتحاسب الشاشه يعني اللي هيعدي كلمه او هيعدي مشهدا يعني انا لا بس الكلام انا ملاحظه ان في تصريحات المجلس الاعلى للاعلام بس كلام اي كلمه انا ملاحظه ان في محاوله لاختزال الدور اللي احنا بنحاول ننعش بيه ما يسمى بحركه مجتمع ينتعش ثقافيا ووطنيا تختزل الى حذف ورجل يعني البوليس واللي مستنيه الدور قعدنا من التسعينات نحارب في الحسبه في والارهاب وفي الاخر احنا بنصنع والعائله حزبة. ارهاب ومتطرفين من داخل النخبة نفسها. أنا ده الوضع اللي احنا ما هو مين اللي حارب فعلا الإرهاب ده الوضع اللي احنا فيه. احنا مش مسؤولين بقى عن المبدعين. فاكر قانون الحزبة اللي احنا كنا بنقعد نحارب فيه اللي هي ظاهرة خلاص احنا بنعتمد دلوقتي ده احنا بنعتمد وبنكرسه وبنسقفله دلوقتي يعني والناس اللي كانت بتهاجم الحزبة هي دلوقتي اللي بتشارك في هذه اللجان وهي اللي بتترأس هذه اللجان اللي بتقوم بحزبة. لا دكتور دكتور وبترهيب انت كان عندك دور من اي واحد اسمه الشيخ سيد درويش مش كده والشيخ سلام احمد مش قادر اصدق يا دكتور انا من ساعه ما جيت مش قادر اصدق اللي بسمعه. انتوا ما عملتوش حاجه اسمها اولويات الاعمال الدراميه في رمضان؟ مش ممكن مش عملتوا حاجه زي كده؟ لا لا مش عايزه مقاطعه. اما بقول الشيخ سيد درويش والشيخ سلام حجازي والشيخ زكريا كنت بقول الشيخ ليه؟ لانه كان بيتكون على أرضية أنه ذكر القرآن والإيقاع لغاية ما بقى لحن عظيم أو مطرب هايل مش كده؟ فجالك في هذا المجتمع نفسه. أنا بتكلم بقى على المجتمع شيخ برضه بس الشيخ الذي يحارب الفن يعني ظهر لك الشيخ كشك فقعد يسخر من كل فن رفيع وبدأت العامة. أنا عايز أقول من إمتى بدأ مش القضيه بس من عند ايوه ما كان في طه حسين ودلوقتي في لجنه الاعلام. لا لا يا الهي يا الهي ما هو نفس المسار انت حتى مش عايز تاخد نفس اي معلومه المسار. انت فوجئت بعد كده بشيخ بدل ما بقى الدين اصل الفن ورقيه بقى رجل الدين محارب للفن ورقيه فشتم ام كلثوم وقال ست عندها 70 سنه وشتم عبد الوهاب وعبد الحليم لغايه ما بقت العامه ذوقها بينحط بدعوة دينية. بس استاذ صمودي كان نفس الدور في نفس وقت الشيخ عايش بس في وقت الشيخ كشك في وقت نفس هل انتم بتؤدوا هذا الدور الظلامي اللي كان بيستخدمه بعض مشايخ التكفير اطلاقا طب الحمد لله ولملاحقة الاعمال الفنيه امسك فنانا كان اسمه ايه كان اسمه ايه اللي كان بيرفع قضيه كل اسبوع علينا ده الشيخ يوسف البدر الله يرحمه يوسف البدر وكان في مجموعه من المشايخ كان الظاهره دي انتشرت في التسعينيات بشكل كبير قوي. انا ارد على حضرتك اولا اللجنه دي جايه متاخره قوي وجايه تجيب شويه ورق تحشي في المحشي
انت عايزه تمسك مسدس؟ انا مش عايز يا فندم. انا عايز امسك وقالي. لا يا فندم انا ما اقصدش كده. انت جاي تنزل شويه شروط وشويه حاجات يجب ان تتبع. هتتبع بعد ما الاعمال خلصت. انت بعد ما رمضان دي احلى اساس قلتي ما حدش يقطعني. دي جايه متاخره. فانتوا ما تعاقبوش الناس على كلام انتوا متاخرين فيه اساسا. ان كان يستحقوا اي عقاب. ده قصدي انا مش مسألة ان انا امسك مدافع. طيب. ولا بد ان يكون هناك تفرقة عشان كلنا نرسي على قاعدة. ما بين مبدعين وما بين ناقدين او مؤاطين. في الجزء اللي بعد الفصل هنتلقى اتصالات الناس وبعض الشخصيات كمان طلبت انها تعمل مداخلات. هنخصص الجزء القليل للمناقشة وايضا لتلقي الاتصالات. هل ده يعني حماية للمجتمع؟ ولا يؤدي إلى وأد الفن وحرية الإبداع؟ هنكمل معاكم بعد الفصل. مشاهدينا نحييكم من جديد. هنتلقى اتصالاتكم على قضية كل عام قبل بدايات رمضان بيبتدي الناس يسألوا طيب المسلسلات هل هتواجه نفس الاتهامات التي تواجهها كل سنة وهي الحض على الفسق والفجور البلطجة نموذج البلطجي المهيمن على المسلسلات نموذج العاهرة أيضا المهيمن. طب هل معالجة ده بمعايير وقواعد ولا ده يمكن أن يؤدي إلى وأد العمل الفني ووأد الفن ووأد الإبداع؟ نتلقى اتصالاتكم. بس تعالوا تاني نلخص لكم المعايير التي وضعتها لجنة الدراما بالمجلس الأعلى للإعلام اللي بدأنا بها هذه الحلقة. ينفرد برنامج العاشرة مساء في عرض معايير الدراما التي اتفق عليها الأعضاء في لجنة الدراما المنبثقة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. إعطاء أولوية للموضوعات التي تدعم الانتماء للوطن وتدفع بالطاقة الإيجابية في نفوس المواطنين. التركيز على الموضوعات الاجتماعية التي تهم الأسرة المصرية وتقديم النماذج التي تستحق تسليط الأضواء عليها في المجالات المختلفة أو القدرات الخاصة بما يدفع الأمل في نفوس الشباب. عدم اللجوء إلى الألفاظ والحوارات المتدنية السوقية. ضرورة الرجوع إلى أهل الخبرة والاختصاص في كل مجال. في حالة تضمين المسلسل أفكارا ونصوصا دينية أو علمية أو تاريخية حتى لا تصبح الدراما مصدرا لتكريس أخطاء معرفية. التوقف عن تمجيد الجريمة بصناع أبطال وهميين يجسدون أسوأ ما في الظواهر الاجتماعية السلبية التي تسهم الأعمال الدرامية في انتشارها. التوقف عن تجاهل ودهس القانون عن طريق الإيحاء بإمكانية تحقيق العدالة باستخدام العنف العضلي والتآمر والأسلحة بمختلف أنواعها. التوقف عن معالجة الموضوعات التي تكرس الخرافة والتطرف الديني. ضرورة إفساح المجال لمعالجة الموضوعات المرتبطة بالدور المجيد والشجاع للقوات المسلحة والشرطة. إفساح المجال للدراما التاريخية والدينية والسير الشعبية للأبطال الوطنيين. التصدي لتشويه صورة المرأة المصرية على الشاشة. الحد من مشاهد التدخين وتصدير صور الإدمان. الحد من القوالب الجاهزة المستوردة التركية والأسبانية والهندية. وجوب ألا يمنح اتحاد النقابات الفنية بنقاباته الثلاثة السينمائية والتمثيلية والموسيقية أي تصريح بالبدء في تنفيذ أي عمل درامي إلا بعد الانتهاء من كتابة 75% من العمل على الأقل. هنشك الناس معانا هل توافقون على هذه المعايير ولا هي حبال تؤدي الى خنق العمل الفني في النهايه وخنق الفن. طيب في النهايه يعني خليني حبال تخنق دكتوره انت لا انت اوحيت للناس اهو. طب وليه ما هو انا والله ما مشغوله بالمعايير. ما انا قلت هل انا مشغوله تؤدي ولا تخ يعني لحظة يعني انا مشغوله يعني تعبير يحمل وجهتين نظر هل تؤدي إلى كذا ولا كذا؟ لا احنا بقى في الوقت الحالي مشغولين بانه هذا المجتمع يتبنى وجهة نظر واحدة من اجل صحته الفكرية والنفسية والاجتماعية. ما تبقاش القضية يعني ايه وجهة نظر واحدة؟ مش اقول وجهة نظر واحدة بمعنى ايه؟
بمعنى انه مش عشان نردد كلام واحد، انما بمعنى اننا نتبنى ما نلعبش لعبة السفسطة اللي بتخلي آلاف الآراء واحنا متفقين على المبادئ، متفقين على المبادئ وبنتخانق في الآراء، يبقى في الآخر السفسطة فككت المجتمع اليوناني لغاية ما جمعوا واحد اسمه سقراط، قال اتبنوا وجهة نظر واحدة، معنى واحد لكل شيء، مش ميت معنى للشيء الواحد، فيبقى كل واحد شايف نفسه صح وشايف نفسه غلط. وإيه المانع؟ قائمة الأولويات اللي حضراتكم قلتوا عليها، ممكن تقولينا على قائمة الأولويات ديت؟ تقصد إيه بالقائمة؟ في قائمة أولويات، ما هي هي أول بند، لا أول بند هنا ما هتقالد دلوقتي في إعطاء أولوية للموضوعات التي تدعم الانتماء للوطن وتدفع بالطاقة الإيجابية في نفوس المواطنين. دي مبادئ عامة، دي مبادئ عامة، هيقدم شغله على هذا على هذا المبدأ يعني، ولكن احنا بنتكلم، محدش ما هيبقى مختلف، دي مبادئ عامة، دي مبادئ عامة ومفروض موجودة أصلا عند أي منتج، وإحنا قلنا إن الضمير الذاتي لأي شخص أو النقد الذاتي هو أساس أي حاجة، أي مبدع هو شايف هو الحاجات دي كلها عملها. أستاذ سمير، يعني إيه تعبير إحنا في حالة حرب؟ هل تعتقد إن الفن يتم تطويعه وفقا للمراحل الزمنية؟ الفن يبقى فنا. تمام. وفي الستينيات كنا في حالة حرب يعني. لابد إن الفن يراعي الثوابت الاجتماعية والثوابت الأخلاقية للمجتمع اللي هو بيظهر فيه عمله. أما أن يكون هناك ما يسمى إبداع للتغطية على ابتذال، فهذا أبعد ما يكون عن الإظهار الصحيح للعمل الفني أو العمل المبدع. لازم تراعي كمان ظروف المجتمع وظروف وأحاسيس الناس اللي في المجتمع. إحنا في فترة حرب وعندنا مشاكل كتير جدا جدا داخل الاسر وفي الاقتصاد في كله، فلابد ان انا اراعي ان في اسره قاعده بتفطر من غير عائلها، عيل قاعد بيفطر من غير ابوه، وفي نفس الوقت انا طالع بالعري وطالع وفي رمضان، انا مش عارف الكلام ده بيكتر ليه في رمضان، يعني الناس تقعد تصوم طول اليوم لحد الساعه 6 وبعد كده ربنا يكرمه يخلص فطار ويفتح التلفزيون، ولا اكني في حاجه خالص، ولا اكني كان في صيام، ويمكن يفوت التراويح عشان خاطر يقعد يتفرج بقى على اللي بيحصل ما بين مخدرات. ولابد ان احنا نراعي ان دلوقتي الدوله لازم تحمي حقوق المراه، ما نطلعش احنا في المسلسلات نهين المراه المصريه بهذا الاسلوب وبهذا العري، ونطلعها انها بتدير دعارة، انها قاعدة تحشش، انها قاعدة تسكر، انها عريانة، عشان ننجح عمل او عشان يجيب حجم دعاية او عشان يجيب نسبة مشاهدة عالية. فانا بضحي بقيم وثوابت للمجتمع حتى اصل لعمل هو ابعد ما يكون عن انه عمل فني، وابعد ما يكون عن انه ابداع. انا بعتبر ده مش عمل فني، انا بعتبر ده قلة ادب. قلة ادب. استاذ عصام، فكرة احنا بتسمعها من ناس كتير، حتى ما يعني احنا في حالة حرب، او ان المجتمع يكون مشغولا يعني بقضايا كبيرة قوي، ونلاقي المسلسلات فيها الاسفاف والانحطاط، هتسمع الكلام ده حتى من ناس. بيقول الاستاذ سمير يعني انه الوضع يختلف يعني، وان عليك انك تتكيف مع طبيعة مرحلة، وان الفن لابد ان يتوائم معاها يعني. ما هو ده فن اللي هو موجه، ده موجود طول عمره، بس مش هو الفن الوحيد يعني. من حق اي فنان ان هو يقدم الموضوع اللي هو عايزه. انا ما اقدرش اقول للفنانين انتوا لازم تقدموا الموضوع ده او ما تقدموش الموضوع ده. كنا بنتكلم في الفاصل انه في اعمال فنية كتير بتتعمل والناس حتى ما تعرفش ان هي موجودة يعني. ومش كل المسلسلات اللي بتتعرض في رمضان الناس بتتكلم عنها او بتتفرج عليها. في الاخر المواطن هو اللي بيشوف هو ايه اللي بيلمسه، ايه اللي هو محتاجه في اللحظة دي. الاحتياجات دي احتياجات مركبة جدا، مش احتياجات سياسية اخلاقية مباشرة، لا. احتياج المواطن من العمل الفني احتياج مركب جدا، هو ممكن يكون عايز يعني وقت يقضيه في التنفيس عن نفسه،
عايز يقضي وقت ترفيه عايز يقضي الناس بتوع تختار يعني بالظبط اختار عمل كوميدي ولا انا عايز ومش في كل الاوقات يعني مش في كل الاوقات لانه انت لو بتتفرج لوحدك غير لما بتتفرج مع الاسره غير لما بتتفرج مع اصحابك على القهوه غير لما بتتفرج بالليل غير لما بتتفرج الصبح غير لما بتتفرج مع اولادك المود بتاعك نفسه بيختلف من فتره للتانيه ساعات بتبقى عايز تتفرج على عمل كوميدي ساعات بتبقى عايز تتفرج على عمل تراجيدي عمل جاد عمل تهريج يعني لازم كله يبقى موجود بالتأكيد. لازم كله يبقى موجود ومن حق المبدعين ان هم يعمل اللي هو حاسس بيه وانا كمتفرج اشوف ده بيلمسني انا ولا ما بيلمسنيش خلاص هو عمل اللي هو عايزه هو حر انا بقى اختار اتفرج على العمل ده او مش عاجبني لا بس هنا باللي انا اسمعه لا بيقول لك هو مش حر لا مش حر لا ما فيش حاجه اسمها لا ما يتعارضش مع قيم مجتمع ما يتعارضش مع اخلاقيات مجتمع الحاجه بتقوله ده كلام فيه منتهى الروعه ويحترم وفعلا كلام حقيقي انا موافق عليه كل حاجه قلته ولكن في حته برضه حضرتك اغفلتها ما بيبقاش المواطن اللي قاعد وسط اسرته عايز يتفرج على قله ادب عايز يتفرج على الفاظ عايز يتفرج على إيحاءات جنسية عايز يتفرج على عري ما اعتقدش ان في مواطن هيتجه لكده المواطن اللي عايز يتجه لكده بيقعد لوحده يشغل له كم فيلم من بورنو ولا ما عادش بيسموه كده انما انت هو ممكن يكون في مشكلة حضرتك ممكن يكون في مشكلة في عادات الأسرة المصرية لازم تراعيها دي مشكلة الأسرة المصرية لا دي مشكلة المسلسلات كمان اللي بيقدم العمل لا ده هو ده من المجتمع أنا ده هو من المجتمع احنا بنتكلم شوية في علم الاجتماع وفي التعليم وفي التربية عادات الأسرة المصرية فيها بعض الحاجات الخاطئة من ضمنها ان الاسره كلها تقعد تتفرج وتقلب وتقعد تتفرج على اي حاجه مفيش حاجه اسمها كده مفيش حاجه اسمها كده بالعكس من الحاجات الكويسه اللي اتعملت في المسلسلات في الموسم اللي فات واللي قبله فكره التصنيف العمري انه المسلسل مكتوب عليه بلس 18 لكن هل الاسر المصريه بتلتزم بان هي بلس 18 دي مش مظبوط لا هو هم اتعودوا بيلتزم ببلس ما هو يبقى ناقص يبقى المشكله في التربيه يعني العيل بيخش اوضته ويطلع على البلس 18 ثواني يدور عليها عشان هو يتفرج حضرتك عليها حضرتك كأب او كجد قفلتها دي رقابه حضرتك يبقى المشكله في البيت ده في رقابه يا دكتور الرقابه عندك انت يا دكتور اي هضرب لحضرتك مثل تمام انا بنتي تتفرج عشان هي في مدرسه المانيه بتتفرج على قناه الاطفال بتاعه المانيا أيوة. اولا قنوات حضرتك عارفه أيوة. هناك ليها مواعيد حتى قناه الاطفال متصنفه طبعا. للصغارين قوي الصبح للكبار شويه بعد الظهر بعد أيوة. الساعه 8 دول للمراهقين تمام هي خلاص عرفت اول ما تخلص الفتره بتاعتها تروح طافيه وقايمه ده ليه علاقه بالتربيه الاسره المصريه لازم تعمل دورها انه لما يبقى العمل فوق 12 وفي طفل صغير عنده 4 سنين ما اقعدش اتفرج عليه احنا بنشوف في السينما وفي الريسيفر انا احنا بنشوف في السينما الفيلم يبقى متصنف للكبار فقط تبص تلاقي الاسره رايحه ومصممه تدخل الفيلم يا عم ما ينفعش يخش بالعافيه ويتحايل وبعدين يطلع يزعق ويشتم ويشتكي في الاخلاق ويقول لك الفيلم طب ما دي الناس انا شفت ده بعيني انا شفت ده بعيني انا شفت ده بعيني يعني انا وقفت مره على قاعه عشان اقول للناس اللي داخله في المهرجان اللي احنا بنعمله انه الحفله دي فيها افلام ما تنفعش للاطفال طيب هنا استاذ محمد فالناس دخلوا اصروا انه يدخلوا وبعد كده خرجوا يشتموا في الافلام طب انت طب مين الغلطان مين اللي غلطان في الحاله دي اللي دخل عادات الاسره ففي حاجات يعني ما ينفعش ان احنا نلقي التهمه بس على صناع المسلسلات طيب استاذ محمد وحس طبعا اللي هم كاتبينه ده مساله ضمير بالظبط المسلسلات بالظبط اللي مكتوب ده كله ده مسألة فلازم المؤسسات على اي شخص مبدع يعرف ايه اللي الناس عارفاه ولو انا اكبرته يعني لو هتكبره على لو انا حتى اولادنا احنا ما نقدرش نكبره ان هو يتفرج على ده ليه لانه هو هيخش اوضته هيتفرج على اللي هو عايزه يبقى اذا انا لازم اعامله كناضج وعامل المجتمع كمجتمع ناضج مش عامله كمجتمع قاصر
مش هتقدر تتعامل معايا. انت فكرتني بحاجه مهمه قوي على فكره. احنا بنتعامل مع المجتمع كله باعتباره قاصر. ان هو قاصر. لا لحظه واحده، فكرتني بقصه كنا بندرسها احنا صغيرين بقى، العواجيز كانت اسمها بينوكيو، العروسه الخشبيه دي. كان عايز ينشر عند الاطفال قيمه حب الدراسه الصدق والعلم طبعا. والتفاصيل الصدق. وقال لا يكذب وقال لا كذا. الشكل اللي اتعامل بيه الكاتب مع الطفل حول كل ما يفكر فيه الطفل بشكل سيء، انه انظره بكل بساطه كده، انه انت نفسك كل الايام تبقى خميس وجمعه، نفسك تلعب طول الوقت، طب روح مدينه الالعاب اللي هتكون فيها حر، بس ظهرك هيتقوس وودانك هتطول، هيبتدي يتحول الى حمار. فقعد يدي للاطفال حاجه كل الاطفال في جيلنا كان بينوكيو يمثل لها النموذج بتاع لا انا لا يمكن اغلط ولا يمكن ابطل مذاكره، ودي المساله. لكن اتعملت بشكل فني جميل جدا. الامير الصغير اللي ما عرفوش يعني ما حبوا يعربوها ما عرفوش يعملوها بتاعه سانت كزوبري، الامير الصغير قاعد يشرح لك طول القصه، تاخد منها كل انواع العظه وانت سعيد بالفن. هي الفكره ايه؟ انه المبدع والمتلقي بينهم وبين بعض صله بتخليهم طول الوقت لا يصلح المبدع ما لم يكن المتلقي معه في عمليه. طيب. ايه استاذ محمد يعني هنا وانا بقول لك في المعي التوقف عن تمجيد الجريمه باصطناع ابطال وهميين يجسدون أسوأ ما في الظواهر الاجتماعيه، التوقف عن تجاهل ودهس القانون عن طريق الايحاء بامكانيه تحقيق العداله والتصدي للظلم الاجتماعي باستخدام العنف العضلي، يعني دي معايير شايفها ايه المعايير؟ انت بتضحك ليه؟ كده كل افلام كده بقى مش تجيب محفوظ كده كل افلام عاطف الطيبه نشطب عليها. والله انا والله ما فاهم حاجه يعني ايه؟ يعني حرام عليك السطرين يعني طيب. هو يعني عقلي ضعيف فشل عجز. هل هناك يعني انت بتجيب في المسلسلات مثلا البلطجي اللي بياخد حقه بايده يعني هل في فيلم مورال الفيلم في نهايته أيوة. نقول يا جماعه ان البلطجي ده راجل كويس وكلنا يلا نتبلطج زيه مثلا، يعني هل السينما في مصر او الدراما في مصر هي اللي ابتدت القانون؟ يعني لما بننزل الشارع السينما في مصر والدراما هي اللي ابتدت القانون؟ يعني هننزل الشارع وهنعرف ايه اللي جدس القانون. في حاجه تاني، في حاجه تاني استاذ وائل دلوقتي احنا لو هندي مثلا على عبد موت ايوه مثلا عشان انت قلت عبد موت الفيلم او الطرح بتاعه عيل بلطجي جزء من المجتمع فيه ناس بالشكل ده وقضايا المحاكم الاستاذ عارف افظع من كده، بس في النهايه ايه اللي حصل له؟ الرساله وصلت للناس ايه؟ المشاهد بقى هو ساب او الشباب المراهق بقى ساب بقى كل اللي في الاخر يعني وجاب الجزء اللي هو قصته دي قصه تاني ده بنتكلم بقى في اجزاء جزء تاني عشان نسمع اما احنا نقعد نتكلم بالشكل ده. هقول لك على حاجه، سيد درويش احنا ذكرنا سيد درويش وابداع سيد درويش في هذه الفتره كان في بعض الاغاني المبتذله والمنحله والمسرحيه اللي فضل اكتر بكتير من دلوقتي. في لجنه بقى كانت في الثلاثينات قالت لهم لا ده الكلام ده غلط، لا طبعا ايه اللي حصل بعد 60 و70 سنه؟ فضل لنا فنان الشعب سيد درويش السيره الطيبه الاغاني الابداع. احنا هنا بنتكلم ده مجمل انتقادنا لهذه اللجنه على الجزئيه دي. الاهم من كده ان احنا بنبشر اللجنه ان عمرها مش هيطول، لان الرقابه لان الاعلام الرقمي يعني انتوا لو قفلتوا مثلا فضلتوا طب المنتج لو انا دلوقتي عملت مسلسل وعرضته زي ما استاذ زي ما الدكتور قال وجالي غرامه 2 مليون جنيه كقناه هقفله انت مش هكمل برضه على اللجنه لان هي الاساس انا انت بتضيق ال لا لا ما بضيقش لان هي جزء كنا بنوصل لاتفاق عام لا ما هو انا دلوقتي هنيجي ده اللي هيحصل ده اللي هيحصل يا أستاذي الفاضل. هناك مسرحية عملها عزيز عيد سنة 36 كان اسمها سكرة بنت دين مش عايز أقول إيه. لو عزيز عيد عايش النهاردة في ظل ده استحق. كان اتعلق في مشنقة عزيز عيد أبو الدراما المصرية يعني كلها. هناك بيذكرني ما يدور الآن بمعركة قامت بين الدكتور رشاد رشدي والدكتور محمد منظور والاثنين قمم العمل الفن للفن والفن للفن. كان الدكتور رشاد رشدي وجهة نظره ونظريته ان الفن للفن الفن يصنع للفن لذاته،
الدكتور محمد منظور الفن للمجتمع عشان وقال ان الاتوبيس اتعمل عشان الناس تركبه. رد رشاد رشدي قال له الصانع اللي في ايده قيمة بيقعد يتفنن في الكرسي ده وهو ما يعرفش مين اللي هيشتريه ولا يعرف مين اللي يقعد عليه. فاحنا عمالين ندور في نفس القضية، نعمل الفن للمجتمع ولا نعمل فن للفن. هذه قضية. انا وجهة نظري ان الدولة في ايدها المفتاح وفي ايدها الحل. الدولة قوية مش ضعيفة. وهو ايه الحل؟ الرقابة على المصنفات الفنية هي الحنفية. انا بقدم لحضرتك المصنف اللي انا هنتجه، قبل ما انتجه بقول لك انا عايز اعمل ده، بتيجي تقول لي لا انا عندي قانون الرقابة بيقول ممنوع الزراعة الاديان، ممنوع معرفش ايه، ممنوع ايه، في ممنوعات عنده. فهو بيقيم العمل ده وفق القانون بتاع الدولة مش بتاع حد، فيقول لك لا ده مرفوض او ده عايز يتعدل، فتروح انت ككاتب تقعد معاهم تناقشهم تحاورهم، يا يقتنعوا يا اما انت تقتنع وتعدل من الموقف. لما انا اطلع ده فاهمش الرقابه واقول لا ده ملهاش دور وانا اللي همنع وانا اللي هعاقب وانا اللي هفرض، لا انت يبقى في ازدواجيه هنا موجوده في الدوله. لا لا. دوله الرقابه على المصانع الفنيه ولا دوله الهيئه الوطنيه لل طبعا. دكتور مصطفى كده، اللواء مصطفى اهلا بيك، اتفضل. اللواء مصطفى اتفضل. طيب استاذ محمود عطيه منسق ائتلاف مصر والجامعة. استاذ محمود اتفضل. صباح الخير يا استاذ وائل. صباح الخير، اهلا بيك، اتفضل. صباح الخير على الضيوف الافاضل، بيحيوك جميعا. اتفضل. دكتور سميد صبري صديقنا، الله يبارك فيك واستاذي. بس في الاول الاستاذ محمد تحياتي ليه، محامي، قال ان كان في قاعده قبل كده وكلنا اتفقنا برفض الموضوع ده. الكلام ده ما حصلش لان انا كنت موجود وكنت قاعد جنبه. واخد بال حضرتك يا استاذ وائل؟ الاختلاف انا دايما في موضوع كلمه المبدعين. انت ليه حضرتك بتختزلوا كلمه المبدعين؟ انت بتقلق اول ما بتسمع مبدعين وابداع وبتاع يا استاذ محمد، تتحسس مسدسك على طول. الدكتور سمير قال المعنى اللي مكتوب في المراجع ورسائل الدكتوراه بكلمه الابداع، ما يخرجش عن البيئه المجتمعيه اللي عايش فيها الناس. مش عايزين ندخل المسائل المكاسب الماديه والارباح الماديه عشان زي ما بيقولوا الجمهور عايز كده ونقول المبدعين. لا، ما فيش حاجه اسمها مبدعين خارج نطاق البيئه الاجتماعيه اللي احنا عايشين فيها. زي ما تفضل الدكتور وقال ان في رمضان بالذات يعرض هذا الكلام. وبعدين انا شايف ان في علو على الدوله من بعض الناس اللي بتخش دخلت واتكلمت سواء في الحلقه دي او الحلقه اللي فاتت او مع حضرتك لوحدك، علو على الدوله. اذا كان بقى الفن والتمثيل بالذات هيبقى في علو على الدوله، يبقى ما فيش دوله. لا يعني ايه علو على الدوله؟ هو اصلا عايز يقول تعالي يعني، بس مش عارف. تعالي اقصد تعالي، صح كده، تعالي على الدوله. مش مشكله، ما سارتر قال مهمه المثقف ازعاج السلطات، مش كده، مش الخضوع للسلطات يعني، هي مهمته ان يزعج السلطه يعني. المره اللي فاتت يا استاذ وائل دخل الاستاذ محمد صبحي وقال كلام هايل يعني. ما هو واحد من الفنانين ويبقى مبدع برضه، ولا عشان يتكلم كلام مظبوط يخرج من الابداع؟ هو ما خلاص بنتعرف الابداع دلوقتي. الابداع كل ما هو يخرج عن المألوف وعن الطبيعي وعن العادات والتقاليد. في كتالوج للابداع يا استاذ محمود؟ في تعريف للابداع. عندك كتالوج؟ في تعريف يا استاذ للابداع، في تعريف في المراجع والدكتوره تصحح لي، موجود على اي حد يخش يقرا ويشوف. في تعريف للابداع ان هو ما يخرجش في الاخر يعني، ابتكر زي ما انت عايز وابدع زي ما انت عايز في حدود البيئه الاجتماعيه اللي انت عايش فيها. احنا مش بيئتنا مش بيئه عري، مش بيئه مخدرات، مش بيئه بلطجه. وانا كلمت حضرتك من كام يوم قلت لحضرتك انا شفت فيلم على قناه فضائيه، انا قلت مصريه، لا هي مش مصريه، فضائيه عربيه بتهيألي بس بتذاع من مدينه الانتاج، اسمه احكي يا شهرزاد، عايز مصر كلها تتفرج عليه.
واذا كان هذا الكلام يجوز ده 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 ده, في ده فيلم رائع ده الاستاذ وحيد حامد يعني الاستاذ وحيد حامد ده على راسي من فوق بس يعني لما تشوف الفيلم بقى لا انت شفته باي عين عشان تقول عليه اباحي انا شفته باي عين شفت مناظر ضعاء انا مش من هواة الافلام انا بقى ازاي بس يا استاذ بقيت انت مركز مع المناظر كده بتشوفها مجاز العيب في العين اللي بتشوفها لا ده صريح يا استاذ وائل ده صريح يا بيه ما في عين ممكن تشوف المشهد ده انا فج وفي عين تشوفه بمدلولات شوفوا بحياديه يا استاذ وائل شوفوا بحياديه وهتشوف اللي انا بقول لك عليه ده بيئتنا ولا ديننا سواء مسلمين او مسيحيين يقبل هذا الكلام اشكرك يا استاذ وائل اشكرك استاذ وائل بس انا عايز بس اوضح بس حاجه ان احنا لما كنا في احنا قلنا ان اتفقنا ان مفيش اولويات في اسكندريه وان مفيش رقابه ده اللي حصل استاذ ايمان انت بتقول لنا ولا اهلا بيك اتفضلي يا فندم انت بتشاور عليا طول الوقت اتفضلوا عشان انا مش سامعه اتفضلي سامعيني يا استاذه ايمان اتفضلي اولا انا بحيي الدكتوره الجميله اللي انا بموت فيها دي حبيبتي انا بحبها جدا يعني دكتوره جميله مصريه وجه مشرف لينا احنا سيدات مصر وعظيمات مصر ربنا يخليكي الف شكر الله يخليك يا رب دلوقتي انا عامله كذا نقطه كده هتكلم فيهم ارجو عدم المقاطعه وبعد ما اخلص يا ريت اسمع تعليق طب اتفضلي حضرتك في يوم من الايام يا فندم جبت حادثه حصلت تقليد بالضبط للي حصل في مسلسل الأسطورة لما جاب راجل العولة بدون ملابس نساء ده صحيح نمرة واحد نمرة اثنين حضرتك المسلسلات اللي جيلي واللي بعدي اترفض عليها واللي قبلي كانت ايه؟ كانت أبناء العزاء شكرا كانت أبو العلا البشري الليالي الحلمية ورأفة الهجان أيوة كانت ليالي الحلمية هوالي جاردن سيتي الحقيقه انا مش قادره اجمع كل الحاجات الحلوه اللي احنا ضربنا عليها وخلاص الو ايوه سامعك استاذه امان اتفضلي سامعك حضرتك لو فتحت الاتصالات للاسر المصريه حضرتك هتقعد ثلاث ايام واكثر تستقبل اتصالات مع الراي اللي بيقول لازم احنا نعمل تنظيم احنا بنسال الناس اهوت يعني هل انتم غاضبون من المشاهد السنويه في المسلسلات ونواجه ده ازاي يعني اتفضل معلش برضو لان انا كتبت الحقيقه النقط يعني حضرتك دايما في استاذ هنا قاعد بيقول انا الحقيقه ناس يمين بيقول انه ده رمضان خلاص على الابواب المسلسلات في العيله صحيح بس هم واخدين رمضان كبدايه علشان يستمروا بعد كده ايوه صح مظبوط طيب. مظبوط وبدايه طبعا لان كلامك مظبوط اصبح شهر رمضان مشهور بالمسلسلات النقطه برضو اللي احنا مفتقدينها الحقيقه في الدراما المسلسلات التاريخيه والدينيه النقطه الاخيره ان كانت رساله السيد الرئيس واضحه جدا لكل الفنانين وكل مثقفين مصر ايوه وعليكم ان تعطوا بيد مصر الى الامام احنا كنا واجهه مشرفه لكل العالم صحيح. انا في مره متصل على برنامج حضرتك قالت وكانت من دوله عربيه قالت الحقيقه انا حزينه على اللي بيحصل في الدراما المصريه واخر حاجه هقولها انه في تغيير حقيقي بيحصل وعشان نوصل للتغيير الكامل اللي احنا عايزينه هناخد كام سنه بس أيوه. باذن الله احنا طالعين لفوق شكرا مع السلامه وكل سنه وانتم طيبين شكرا يا استاذ ايمان استاذ طارق من هنا اتفضل يا استاذ طارق مساء الخير يا استاذ وائل اهلا بيك اتفضل يا استاذ طارق اتفضل دلوقتي هقول لسيادتك حاجه بس نقطه للاخوه اللي هم بيقول لك انه الابداع ده من ضمير المبدع طب لو المبدع ده ما عندهوش ضمير وعمل حاجه اباحيه مين اللي هيقول له انت بتعمل ايه؟ يعني هم يشوفوا واحد ما عندوش ضمير نمره اتنين يعني مش في رقابه يعني هو الحل انه ما يتفرجش عليه يعني. زي ما انا برضو لو في صحفي ما عندوش ضمير مش هقرا له وزي لو في دكتور ما عندوش ضمير مش هروح له وزي لو في مدرس ما عندوش ضمير مش هروح له وزي لو في محامي بس هنا يا استاذ سمير بيقول لك لا انت بتدخل عليا بيتي هنا في المسلسلات لا والله انا في ايدي الريموت برضو ما بدخل مش غصب ولا حاجه هحاول هروح جاي واحد تاني ازاي ما هو جزء من الابداع يبقى عنده ضمير اصلا طيب اتفضل يا استاذ طارق استاذ وائل اتفضل في فيلم في مشهد في فيلم خلي بالك من زوزو اقسم بالله العظيم انه بعد المشهد ده اللي هم طلعوا فيه احنا كنا في جامعه القاهره كنا بنروح بالاتوبيس النهري
بعد المشهد اللي طلعت فيه سعاد حسني ومع حسين فهمي في الاوتوبيس النهري، والله ما كنا بنعرف نحط رجلنا في الاوتوبيس النهري من الزحمه اللي كانت بتبقى فيه. ايوه بلاش فيلم مسلسل جراند اوتيل انهم حببوا الناس يعني في الاوتوبيس النهري يعني. لا انا بقول لك تاثير الايجابي يعني لما يكون بطل محبوب تاثيره قد ايه على الناس. في مسلسل جراند اوتيل ده انا رجل سياحي، بعد المسلسل ده ما كناش بنلاقي أوضة فاضية في أسوان. تأثير المسلسل عمل دعاية. يعني أنت شايف القبيح بيعمل قبح يعني، والجميل بيأثر في الناس. هي تركية المسلسل ده، المسلسل ده متاخد من من قالب أسباني. أيوه القالب الاسباني اللي اللجنه رفضاه يعني. الراجل اهو من هنا بيقول لك ان المسلسل ده خدمني في شغلي وفي السياحه والدنيا بقت جميله. اللجنه بتقول لك لا ما تعملوش الكلام. طلع مسلسل قومي اهو. لا ما تعملوش الكلام. مش اسباني ولا حاجه. في المعيار قبل الاخير فعلا. لا ما تبقى وكل واحد حر. لحظه واحده بقى، الموضوع اللي اتقال دلوقتي اللي هو من الامور المستهجنه استخدام القوالب الجاهزه المستمره. احنا جميعا كنا بنقرا يعني. انا كمتفرج مش من ذوق لما اشوف حاجه قالب زي كده مش هتفرج على عمل مستوحى او بس ليه انا احجر على حد ذوقه كده؟ لا احنا شفنا انا كارينينا وشفنا كل الكلام ده وهو اجنبي وتحول لنهر الحب والقصص دي، لكن انا عايز اقول المشكله اللي احنا نقصدها هنا التغريب الثقافي. يعني بمعنى انه لا يرى المشاهد نفسه الا في المسلسل التركي، يعني يبقى في مسافه ثقافيه تخليه يعني واقع في بس حب. دكتور هدى، هل المصطلحات قابله يعني؟ احنا كان زمان في ال ايوه نتكلم عن الغزو الثقافي، هل تعتقد لا بعد مش بقول هنا غزو لا بعد لا خالص الانترنت ومواقع لا 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 مش حكايه الغزو يعني لا 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 هل يمكن ان نطرح هذه القضايا الان؟ ايوه في مرض اسمه التغريب الثقافي، والتغريب الثقافي مصيبه سوداء وفيروس اكتر من اي حاجه ثانيه. ليه؟ لاننا هو احنا مش متفاعلين مع بعض، فلما نغترب طب مين اللي يقول الكلام ده؟ استنوا بس اما كان انت كنت بتقول الدوله ملهاش دعوه دلوقتي. لا انا ما قلتش الدوله ملهاش دعوه على فكره. أول الحلقة انت مصر تترجم كلامي بلغتك غير صحيح. انا قلت لما قلت الدوله ما تاديش، انا قلنا الدوله قلت الدوله ما تحملوهاش اكتر من اللي هي فيه. التغريب الثقافي او الغزو الثقافي الدوله هي اللي بتوقف قدامه. لا 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 مش منتج خاص. لا لا رجع الحلقه. انا كنت بقول حاجه مهمه، أن يفصل المثقف نفسه عن الدولة. يفصل نفسه. لو كنا بنقدر نرجع احنا كنا رجعنا لعمر. ابقى شوفها بكرة. ابقى شوفها بكرة. إذا فصلت نفسك عن الدولة وبقيت تبص عليها من زمان وأنت قاعد تقول لها يا دولة هاتيلي أكليني اديني. مش ده المطلوب يا دكتور. ما ينفعش. لازم انت جزء من الدوله للدوله تقدر تقوم فيها. انت جزء من الدوله وبتدعمها، فما ينفعش طول الوقت لما تخيب الحاله بتاعتك تروح جايب سيره الدوله عشان ترمي عليها. لا ما ينفعش ترمي الملفات. ده الرئيس لسه كان بيكلم الدكتور مدحت العدل يعني بيقول له على استحياء شديد، يا جماعه ما تاخدوا بالكم بقى من اللي انتوا بداتوا تروحوا فيه. حصل وكانت كل الناس في اللحظه دي بتقول الرئيس يعبر عني. استاذ محمد من الشرقيه وبعديه استاذه نجوى من القاهره بعدين استاذ محمد. مش استاذه نجوى اتفضلي يا فندم. كل ده نص ساعه. استاذه نجوى نروح. لا ايوه اتفضلي يا استاذه نجوى. أيوة. اتفضلي. ايوه انا يعني انا بس هتكلم في حاجه بسيطه جدا بالنسبه للدراما على وجه التحديد. اتفضلي يا فندم. الدراما انا طبعا رافضه اي ضوابط عليها، ولكن الضوابط بتيجي من الدراما لنفسها. الاول خالص او زمان كنا متعودين على ان نسبه الكويس عاليه واللي بينتج بالنسبه للسينما او للتلفزيون بيغطي من علوه او سموه على الباقي. دلوقتي احنا متعرضين انه مفيش انتاج قوي او ثقيل. النهضه المسرحيه كانت ايام سيد بديع، فكانوا اكيد في لازم الدولة تشارك. لو الدولة عايزة تنهض فعلا بالثقافة، عندنا قصور ثقافة، عندنا انتاج التلفزيون وقف، عندنا صوت القاهرة وقفت، عندنا مدينة الانتاج وقفت. حضرتك اي مسلسل قوي وليه وقع درامي قوي عايز تطهر بيه، او مش هنقول تطهر بيه طبعا، احنا هنقول انك نسبة المشاهدة هنا تبقى اعلى من هنا
عشان تقول ده وحش وده حلو وتصنف، لازم يبقى لك دخل فيه. حته ان لا هفرض رايي على منتج خاص يعمل ايه او ما يعملش ايه، لا مش من حقي خالص على فكره. هيقعد في البيت. انا عامه ارفض انه فكره في رقابه بشكل عام. لا في حاجه اسمها اسيا فلست في فيلم صلاح الدين. صحيح. تركيا عملت مشروع، عامله مشروع قومي ليها ثقافي لغزو المنطقه العربيه بفيلم بمسلسل. فازاي احنا بنقول الدوله لا الدوله نبقى ندعمها ونقف معاها أيوة وتعمل مشروع ثقافي ليه نقول بقى نحتشد معها حاجه ثانيه وليس ضدها. ما احنا معاها. ايوه ما احنا لازم نطرح. استاذ محمد من الشرقيه اتفضل. طيب استاذ جمال اسعد الكاتب السياسي الكبير. استاذ جمال اتفضل. صباح الفل يا عم وليد. ازي حالك؟ الفل. اولا لا يوجد تعريف للابداع طبعا. احنا مش في اطار قانوني. استاذ عطيه والاستاذ سمير كمحامين بيقول الابداع لا يوجد له تعريف. الابداع هو حاله ابداعيه يتاثر بها الفنان تاثرا بما حوله في المجتمع. فلا يمكن ان يكون الفن بعيدا عن الواقع الاجتماعي. صحيح لا ينقل الواقع كما هو وإلا لم يكن فنا، ولكن هو يتأثر تأثرا مباشرا بالواقع فيعبر عن هذا الواقع في إطار فني وأساليب متعددة فنية. هذه واحدة. الثانية أنا أذكر الدكتورة صديقة هدى وهي يعني على خط الناصري شريكة لي في الستينات. لماذا كان هناك نهضة فنية وثقافية تتفق مع قيم المجتمع وزوايته مثل ما نقول؟ صحيح. لأن كان هناك الحالة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية تعطي هذا الفن الجرعة الحقيقية لكي يكون هناك أحسن أفلام في تاريخ السينما المصرية في هذه المرحلة. ولكن هل لم يكن في هذه المرحلة فن يوصف بالإسفاف؟ نعم. والفن المسف ده موجود طوال الوقت، ولكن كما قالت المتداخلة السابقة أن قضية قضية الكم. هل كم القيم أكثر أم الإسفاف أكثر؟ نحن هنا الآن بوضوح شديد يا دكتورة، وأنا بتكلم باعتبارك أستاذة علم اجتماع سياسي، أن الواقع الآن يا دكتورة سيء للغاية. طبعا. القيم منهارة. ايوه. المتاجره بالاديان لا حد لها، كما قلت ان المشايخ دلوقتي بعد ما كان هم المشايخ زكريا والشيخ سيد درويش الان بقي الفن حرام وحرام. هذه واحد. اذا القضيه تتمثل في دور الدوله، ليس دور الدوله كما رددت يا حضرتك وتقول لي ان لا بابا وماما وانا ورجدي. لا مش هترجع الدوله انا ورجدي تاني، ولكن لابد ان يكون هناك دورا حقيقيا للدولة في إطار الثقافة. لا يمكن تكون وزارة الثقافة بهذا المستوى من الميزانية المتدنية ونقول إن في تغيير ثقافي. الجانب الآخر، هذه التعليمات بتاعة المجلس الأعلى للإعلام، أنتم تأخذون دورا غير دوركم، لأن الفكرة الأساسية في المحافظة على القيم العامة والثوابت الاجتماعية هي الرقابة على المصنفات الفنية لأنها التي تلتزم بالقانون وبالثوابت الاجتماعية. إذا لو سمحتوا أخلص بس. إذا ما يمر من الرقابة في غير هذا دي مسؤولية الرقابة، مش مسؤولية القنوات اللي هتعتد يا سيدي وتقول ادفع غرامات. دي واحدة. الثانية أن الحالة التي نعيشها الآن لا يمكن أن تأتي بقانون فقط أو بتعليمات فقط أو بغرامات فقط طبعاً. ولكن على كل المجتمع أن يد دوره في تغيير الثقافة المنخفضة والمنحطة الآن في كنيسة وفي مسجد وفي ثقافة وفي دور ثقافة وفي أحزاب وفي كل القنوات المجتمع لابد أن تغير ثقافة المجتمع حتى يكون هناك وعيا اجتماعيا يعطي للمواطن أن يختار براحته وبإرادته ما يفيده وما يضره. وبالتالي لا يجب أن يكون هناك من حيث المادة وصاية على الفن ولا وصاية على الدين. يعني أستاذ سمير قاعد متخصص شكاوي 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 يا عم هو ايه
هو اللي كان في الدين يغمص عم سمير شكوى، اللي كان في الفن الرقاصه مش عارفين. انت قاعد تتفرج على الرقاصه، طب والله العظيم انا كل الدعاوى اللي ترفعها انا ما شفت الرقاصات بتاعتها ولا سمعت الاغاني، انا عرفت من خلال الدعاوى اللي انت بتعملها. اذا كفى وصاي على الفن وكفى وصاي على الدين، وفليكن هناك حريه ملتزمه، وعلى دور الدوله وكل مؤسسات المجتمع ان تغير الثقافه المنحطه هذه لثقافه اجتماعيه تتسق مع الثوابت الوطنيه المصريه. شكرا. طيب هل طب استاذ سمير القضايا كمان، لان القضايا جزء من ده، لانه انت هتلاقي في صناع الاعمال الفنيه دايما يقول لك انا يعني معقول ابقى ملاحق في النيابات والمحاكم؟ هل هي وصايا وترهيب، ولا انت شايف انك بتحمي المجتمع بهذه القضايا؟ ولا وصايا ولا ترهيب، ولكن انت بتحط الامور في نصابها الصحيح، ان المفروض يبقى الفن او اي عمل او الابداع في حدود اخلاقيات وثوابت المجتمع تدور معه وجودا وعدما، انما ما تجيش انت تاخد لي شويه عادات سيئه جدا تقعد تبرزها وتبالغ فيها وتظهرها على الشاشات علشان خاطر تحقق منها رقم. لازم انت تراعي الظروف الاجتماعيه بالكامل، ظروف وطن في حاله حرب لازم تراعيها. بس لما صناع الاعمال الفنيه ما يلاقوا نفسهم تحقيق نيابه وجلسه محكمه، شايف ده يعني يليق بالفن؟ اي خطأ بيخضع للقانون. وبعدين انا بالنسبه لي مثلا لما بتوجه ببلاغ او بتكلم، ما انا بلجأ لقاضي، القاضي هو الذي يرى ان اللي قدامه دي مخالفه ينطبق عليها احكام قانون ولا مش مخالفه، يعني او ممكن يحفظ بلاغي وممكن يدي براءه. فانا مش انا اللي بحكم، انا برفع وجهه نظري الشخصيه لجهه قضائيه، من فضلك رايكم ايه في الكلام ده؟ استاذ سمير يعني ايه القواضي اللي قبل كده حضرتك يعني اترفعت فيها او خطها وحصل فيها في النهايه حكم؟ يعني مئات القضايا، يعني القضيه اللي حضرتك رفعتها مئات القضايا. مئات القضايا حظر فيلم، يعني قصده حظر فيلم، يعني مئات الكلام دوت يعني. ايوه ماشي، انا ايه يعني انا عايز اضيف. وخدت احكام زي ايه بقى؟ مسلسلات ايه؟ افلام ايه كده يعني؟ كتير خدت احكام. حضرتك مش فاكر لنا قضيه؟ لا مش فاكر، مش من حق ان انا اقعد اتكلم على قضايا كسبتها وقضايا عملت فيها ايه وقضايا صدرت فيها احكام وتنازلت عنها، معروفه للكافه ممكن تشوفها حضرتك من كل وسائل. دي الخطوره اللي احنا بنتكلم عليها. ان احنا نوصل، احنا بنوصل دلوقتي، هقول لك على مفاجاه. في الاساس كل المبدعين واللي مهتمين بحريه الراي والتعبير كانوا بيرفضوا اصلا الرقابه على المصنفات اصلا، ان تراقب وتقول لازم توسع القماشه. كان في موجه لرفض الرقابه وحتى يعني. الان ولكن بيني وبينك لما جينا شفنا لقينا اللجنه بتاعه تنظيم الاعلام واللجنه الدراما وكده، بقينا نقول ايه خلاص طب خلينا في الرقابه، هنعمل ايه؟ طيب خلينا نرجع للرقابه. طالما اللجان في كل مكان طالما لجنه من لجنه. بس اصلا في تعليق اخير، عشان اللي شايف في النهايه ان انا شايف لا يجب ان يعامل الفن بهذه الطريقه، شايف انه الرقابه كمان لازم تطور نفسها اكتر. هي بتتطور، هي بتتطور دلوقتي باتجاه التصنيف العمري. صح. والتصنيف العمري ده بيعمل بيه في معظم بلاد العالم دلوقتي، وهو الشكل الاحدث والاكثر واقعيه والاكثر تماشيا مع الانفتاح اللي عليه العالم دلوقتي. فكره ان احنا بنصنف الأعمال تصنيف عمري، وبناء على هذا التصنيف العمري يتم ضوابط للقنوات، إنه المسلسل اللي فوق 18 يعرض إمتى، المسلسل الصباحي، حتى إعلانات التلفزيون اللي هي عن السلع والحاجات دي محتاجة لتصنيف عمري زي ما هو موجود في كل بلاد العالم. تمام. التصنيف العمري ده هينقذنا وهيخلي المجتمع هو يبقى رقيب نفسه ويبقى مجتمع ناضج وليس مجتمع. طيب. دكتور عودة في تعليق كما يرغب البعض. يعني أنا بشوف إن حوارنا نفسه بيعكس أزمة اجتماعية وفكرية وثقافية في ذات الوقت. بتمنى طبعا وبلغة علم الاجتماع المجتمع المصري يتقدم بالفعل، رغم إنه في حالة أزمة وفي وبعافية، لكن في ذات الوقت مطمئنة إنه في رقابة مجتمعية. لازم تبقى عندنا كمان يعني الحمى اللي ينتفض فيها الجسد عشان يعبر الأزمة للأمام. واتمنى انه بعد شوية نكون وصلنا لبعض انواع يعني ضاقت مساحة الاختلاف
واتسعت مساحة الاتفاق. طيب أستاذ سمير تعليقك الأخير. تعليق الأخير إن أنا مش ضد الإبداع ولا ضد الفن، ولكن لابد أن تكون هناك حدود تراعي فيها الأخلاق، ويبقى هناك فرق ما بين الإبداع والابتكار والعمل الفني، وبين الإسفاف والبزاءة، ما بين الحرية والفوضى. لازم يكون اللي بيقوم بأي عمل من جواه فاهم ان ده ما يمشيش مع المجتمع، وان دي مش حرية، دي قلة أدب. أستاذ عاطف تعليقك الأخير. انا حل المشكلة يعني ازاي؟ اريد ان اختم. انت قلت بالرقابة يعني. انا اريد ان اختم ان الدراما هي القوة الناعمة لمصر اللي كان لها ثقل في المنطقة العربية كاملة، والمنطقة العربية اتكلمت باللغة العامية بتاعتنا من الفيلم والأغنية. وبعدين تراجعنا لفترة لما بقت فيه قيود على الدراما المصرية. أنا بقول الحل ينبع من الدولة ممثلا في جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، لأن طيب. الرقابة هي اللي بتحمي الفنان. طيب. لأن أنا من البداية بحميه. أنت قلت أخشى أن يفر المنتجون بالطبع ويهجروا انتاج الاعمال الفنيه، عندك مخاوف؟ بالطبع بالطبع بالطبع. لما يبقى في مجموعه من النصائح الابويه بالشكل ده، وبعدين انا قلنا ان الموضوع النصائح الابويه نصائح ابويه، فالموضوع اخطر من كده. انا قلت ان في رقابه، ان تم في الموضوع اقول لك السعوديه بتنفتح انفتاح رهيب، واحنا بنرجع بنتراجع. الاخطر من كده ان احنا خلينا الجهاز بيعمل رقابه على الشاشه، وده هروب الى الامام، عشان موجة الانتقادات وقالت النفتئات على الجهاز الرقابه، قالت لا ده انا هشوف على الشاشات. طيب. عايز اذكر بس بواقع بسيطه جدا لشركه اعلانيه حصلت مشكله والجهاز تدخل، القنوات خسر 50 مليون جنيه لان الشركه راحت على الانترنت. فالموضوع خطير وموضوع اقتصادي اكتر من موضوع وموضوع ابداعي. اللي انا شايفه ان احنا دي رقابه مجتمعيه احنا بنقوم بيها. تعليقك الاخير استاذ محمد عشان نختم. انا نفسي يجي اليوم نبقى في مصر فيه اللي كل واحد يلعب دوره بجد، والدور الموكل ليه ما يدخلش في تخصصات بعض. بتاع الفن يلعب فن، بتاع السياسه يلعب سياسه، بتاع الكوره يلعب كوره، بتاع كده بس. طيب بشكرك. طبعا القضيه هتظل مستمره طبعا بين من يرفعون شعار حماية المجتمع، ومن يرفعون شعار تعالوا نحمي الفن والإبداع. هل في تناقض؟ ما ينفعش نجمع بين الاثنين، بين حماية المجتمع وحماية الفن والإبداع؟ يعني ربما تكون هذه الحلقة مدخلا لمناقشة ذلك. يعني إن شاء الله نكون معكم يوم السبت القادم في حلقة جديدة.